مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة، بداية أسبوع جديد من البيت الكبير. الحقيقة ما فيش شك إن إحنا كلنا كأهلوية وجماهير الأهلي بنعيش فرحة، فرحة على المستوى الكروي بالأداء المميز جدا جدا لفرقتنا، للصعود لإن شاء الله الخطوة الكبيرة للحصول على التاسعة. فرحانين ومطمنين، يعني فرحانين جزء كبير جدا جدا. كان يمكن الناس قبل مباراة الوداد هنا، مباراة العودة، كان نوع من القلق شوية، والفرقة ما عندهاش ثقة ولازم كل ده اتمسح تقريبا بعد 10 دقائق من المباراة، واستكمل الفرحة واستكمل الأداء الجيد والأداء المميز جدا بعد 90 دقيقة. بنقول مبروك أو نص مبروك لجماهير النادي الأهلي، لأن المبروك الكبيرة إن شاء الله مأجلينها ل 6 نوفمبر إن شاء الله. بنقول مبروك لفرقتنا، إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيكم، وإن شاء الله بإذن الله بهذا الأداء وهذا الالتزام وهذه الجدية وهذا التركيز، إن شاء الله بإذن الله البطولة التاسعة إن شاء الله عندنا هنا في دولاب الجزيرة إن شاء الله. طبعا برحب بيك يا سهام، مساء الخير عليك. أنا برحب بيك، كنت متألق وعامل شغل عالي في الاستوديو التحليلي. طبعا خيانة. مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم، برحب بيكم في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي في جميع أنحاء العالم، مساء الخير. مفيش شك زي ما كابتن هاني قال كده إنه الأهلي ده سر فرحتنا. أكيد طبعا المزاج بيكون مظبوط والنفسية بيكون عالية جدا لما فريقنا بيكسب، زي ما حصل كده في مباراتي الوداد، والحمد لله اتأهلنا لنهائي البطولة. عايز أتكلم في حاجة أعتقد أنها في غاية الأهمية من وجهة نظري. الأولى هي أننا على نفس النهج. كلامي ده موجه لجماهير النادي الأهلي الواعية اللي بتفهم، اللي بتآزر فريقنا في كل ظرف. مش عايزين نبالغ في فرحة الفوز على الوداد، وبلاش نتخيل ان الامور اصبحت سهلة، لا خالص خالص، بالعكس لسه بينتظرنا 90 دقيقة من نار زي ما بيقولوا، 90 دقيقة ما فيهاش اي هزار. انا عارفة ومتأكدة ان كل لعيبة الاهلي ان شاء الله رجالة، عارفين كويس قوي أهمية الفوز بهذا اللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير. مباراة يعني مباراة النهائي محتاجة إن احنا يعني نوقف احتفالات دلوقتي، ويبقى في دعم إيجابي ومساندة إيجابية للفريق الكروي قبل ميعادنا إن شاء الله يوم 6 نوفمبر اللي جاي. كلنا إن شاء الله وراء فرقتنا وراء لاعبتنا ومدربنا موسيماني، اللي بصراحة كلنا متفائلين بيه فعلا. الفريق أداؤه في يعني تطور بشكل كبير جدا وبتحسن كبير مباراة بعد التانية، إن شاء الله يسعدونا، وهي دي تبقى نهاية المشوار الكبير إن شاء الله. طبعا إن شاء الله زي ما أنت اتكلمت يا سهام، مهم جدا اللي أنت قلتيه، وإحنا إن شاء الله ومتعودين النادي الأهلي حتى بعد ما فاز في مباراة الإياب بيقفل الصفحة سريعا. وموسيماني حتى خلال تصريحاته صورته قدامنا، موسيماني بيقول كمان بعد المباراة، بيقول للعيبة لا افرحوا، لكن ده يعني الصعب اللي جاي. المباراة الأصعب هي المباراة النهائية، ما فيش شك، ليها حسابات أخرى، حسابات مختلفة أيا كان مين الخصم الموجود. لكن خليني أتكلم معاك كمان يا سهام على المردود الصحف المغربية. الصحف المغربية لهزيمة الوداد، الحقيقة كل وسائل الإعلام أو الصحف اتكلمت بشكل جيد جدا وبشكل مميز جدا على النادي الأهلي أداء ونتيجة، وأثنت على كل لعيب وكمان على الإدارة الفنية لموسيماني. الأهلي في المباراتين قدم مباراة، يعني أنا في اعتقادي من أفضل المباريات اللي لعبها النادي الأهلي خارج أرضه، دي مباراة الإياب، لكن كمان مباراة العودة. يعني الكل كان يمكن قلقان من النتيجة 2-0 تدي ثقة للاعبين، لكن كمان النادي الأهلي بيأكد إن هو فريق كبير، وإن كمان مباراة العودة هنا في القاهرة الشكل والتركيز والأداء والنتيجة، رغم ان احنا كمان يمكن بعد 6 دقائق او 7 دقائق تعتبر المباراه منتهيه. فالموضوع كمان يعني اللي عاجبني ان فضل الاداء المميز والتركيز والحفاظ كمان على المستوى لنهايه المباراه لحد اخر. وده شيء مميز جدا جدا جدا. النادي الاهلي دلوقتي طبيعي انه يكسب بره ارضه وبيكسب جوه ارضه، لكن كل ده زي ما انت قلت سهام، كل ده بيتنسي خلاص. اعتقد ان الكلام ده خلاص، احنا كمان داخلين على يعني اخر مباراه في الدوري، وبنستعد بقى ان شاء الله
للمباراه النهائيه اللي زي ما بقول لك ليها حسابات خاصه جدا وليها ظروف خاصه جدا ايا كان مين المنافس. افتكر ان هم مستعدين بشكل كبير جدا، بس اللي عايزه اقوله هنا انه زي ما يمكن الفرحه يعني فرحتنا ان احنا وصلنا للفاينل ده طبعا يعني من حقنا ان احنا نفرح، بس الحقيقه اللي انا عايزه اقوله كمان ان الاهلي مع موسيماني فعلا شيء تاني، في متعة كروية شفناها مش مجرد انك تفوز بس، لا في متعة كروية انت بتستمتع بيها في الملعب، في بصمات واضحة على اداء اللعيبة، لاعب لاعب على فكرة في اداء مختلف، في ثقة ظاهرة، في ثقل في الملعب، في مهارات، في تمريرات، في تركيز، احنا يمكن شفنا ده وشفنا يمكن تأثير ده واضح قوي على أداء قفشة، على حسين شحات، على كل اللعيبة في الحقيقة ده شيء مش جديد، أنا عارفة مش جديد على الأهلي، هو ده الأهلي اللي التاريخ بيتكلم عنه، هو ده الأهلي نادي القرن اللي كتب التاريخ لنفسه لجماهيره. أنا واحدة من الجماهير، جماهير الأهلي، كنت قاعدة وبتفرج على المباراة الأخيرة دي، قاعدة وبقول مش يعني يا ترى هنجيب كام جون، مش يا ترى هنكسب ولا لا، لان الحمد لله كان بنسبه كبيره قوي كنا خلاص حسمنا التاهل من مباراه الذهاب، لكن حسيت انه اللعيبه والمدرب يعني خلاص نازلين ياكلوا النجيله زي ما بيقولوا كابتن هاني، لكن الحقيقه ده يعني برضو الاخر دقيقه زي ما انت قلت احنا الاهلي وهنخرج بسكور كبير، وده اللي يخليني اقول النهارده وباكد انه دي شخصيه البطل، دي شخصيه الفريق اللي داخل على لقب ان شاء الله كبير جدا، ان شاء الله نحققه، وان شاء الله يكون بامضاء الاهلي والكاس اهلاوي ان شاء الله، وهنحتفل بيه هنا في البيت الكبير، اوعدكم ان شاء الله اكيد كان شيء مهم جدا، وكلنا الحمد لله استمتعنا بالمباراه، ويمكن المباراه زي ما انت اتكلمت شباب نقطه مهمه جدا ان التركيز كان مستمر لل 90 دقيقه، يعني حتى بعد تقريبا ما نهينا المباراه بعد 6 دقائق لا الاداء والجديه، وخلينا انا باخد كلامي كمان ومن تصريحات موسيماني خلال المباراه موسيماني بيندي على محمد هاني بيقول له محمد هاني ركز العب السهل، دي رساله ممكن الناس ما تفهمهاش، لكن الراجل بيتكلم ان هو خلاص وصل للمباراه النهائيه، ان المباراه شبه منتهيه، لكن هو بيحافظ على شخصيه النادي الاهلي، عايز النادي الاهلي بيلعب بهذا الاداء وهذا التركيز وهذا المتعه في الاداء طول المباراه بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر ان انت كنت حتى كسبان او خسران، هو ده اللي هيوصل النادي الاهلي ان شاء الله للشكل اللي بيتمناه كل اهلاوي، ان احنا بنعمل المعادله الصعبه، الاداء الجيد جدا اللي شفناه خلال المباراتين اللي فاتوا، وكمان النتيجه الكبيره اللي النادي الاهلي بيمتعنا حتى باهدافه، بنتكلم على حسين الشحات وقد ايه كان هادي وهو بيحط هدف رائع، هدف بينم على كمان على موهبه كبيره جدا جدا، يمكن المباراه اللي قبليها الناس كانت بتتكلم على حسين الشحات وبيضيع فرص كتير، لا حسين الشحات بيرجع وبيقول لا انا موجود بشكل افضل، انا يعني كمان حسين لسه عنده اكتر من كده، بنتكلم عن مكاسب كتيره جدا هنتكلم عليها من خلال ضيوفنا، عايز اتكلم عن واحد لكن يعني في حد لازم نتكلم عليه بصفه خاصه، واحد انا عايز اتكلم عنه الحقيقه بصفه خاصه فعلا زي ما انت قلت، لانه هو لو ما خدش حقه يعني عندنا هنا هياخد حقه فين؟ النهارده كل الناس يعني مش كل الناس يعني معظم الناس اللي كانت عايزه تهد فيه او تحبط منه النهارده في بيته لازم ان احنا نديله حقه، مروان محسن النهارده واخد ثقه كبيره جدا، وواضح ان هو المهاجم الاساسي في تشكيله موسيماني، وواضح انه يعني خلاص يعني اللاعب مركز جدا بينفذ تعليمات مدربه بشكل كبير. من قناه الاهلي بنقول لك يا مروان احنا في ظهرك، وجمهور الاهلي كله في ظهرك، مستنيين ان شاء الله منك كتير جدا. عايزه كمان اتكلم عن الجمهور، كلنا بنتمنى ان المباراه النهائيه تكون بكرة، يعني إن شاء الله هتكون بإذن الله وهتقام يوم 6 الشهر اللي جاي، بس يعني ممكن هكون بجمهور بشكل يعني لسه مش عارفة، طبعا في كلام من الاتحاد الإفريقي هو اللي بيقرر في النهاية، بس عايزين نقول ونكرر تاني إنه إحنا قادرين، مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المباريات، دخول الجمهور بالرغم من ظروف كورونا، قادرين إن يكون في تباعد بين الجماهير، قادرين إن احنا نحافظ على الإجراءات الوقائية المحددة. لو انت عايز يا كاف ان انت تستدعي لجنتك الطبية وتشرف بنفسها على ده مفيش مانع خالص، احنا قادرين. حضور الجمهور طبعا هيزود المباراة متعة، وكلنا عارفين كرة القدم للجمهور
يا بقى لو الجمهور ده في المدرج قد ايه بيكون في حافز للعيبه، واحنا طبعا اول اتنين هنكون هناك أكيد بس ان شاء الله يعني صوتنا يوصل للكاف، واتمنى ان المباراه النهائيه دي تكون بجمهور. يا رب يا رب بجد. ان شاء الله تكون بجمهور الله. ولو عدد حتى قليل لكن صوت الجماهير بيفرق كتير طبعاً. جدا صوت جماهير وخاصه جماهير النادي الاهلي. انا عارف وانا متخيل كمان، كنت بتفرج على المباراه وكنت متخيل لو كمان جماهير النادي الاهلي موجوده في المباراه اللي فاتت اعتقد كان هتبقى سيمفونيه رائعه، يعني اداء جوه الملعب، وكمان كنت هتلاقي الاغاني وكنت هتلاقي التشجيع باحترام وهتلاقي سبورت من جماهير النادي الاهلي. لكن خلينا نتكلم ان طبعا يعني كل الامور ديت احنا نتمنى، ولكن الكاف هو المسؤول الاول عن طبعا حضور الجماهير. النادي الاهلي كمان عايز اقول لك رغم يعني بنحقق نتائج ايجابيه لكن في ارقام قياسيه، يعني النادي الاهلي طبعاً بيحقق كمان بعد الفوز على الوداد ذهابا وايابا، النادي الاهلي يعني يعتبر وصل للنهائي 13 مره، يعني في مشاركته في تاريخ مشاركته في ابطال افريقيا وده ريكورد. الاهلي بيحقق الفوز الاكبر في تاريخ مبارياته مع الوداد 3-1. كمان ثلاثيه النادي الاهلي في شباك الوداد هي الفوز الاكبر للمارد امام كل الفرق المغربيه في تاريخ مشاركات الشامبيونز ليج الافريقي، فدوت من الارقام اللي حققها النادي الاهلي، مش بس نتيجه لكن كمان بيسطر بعض الارقام القياسيه اللي تضاف لتاريخ النادي الاهلي في كسر طبعا الريكورد. والنادي الاهلي دايما متعود ان هو عنده اهداف انه كمان ياخد بطوله مع تحقيق كمان ارقام كبيره جدا جدا في تاريخ ومشوار وسجل النادي الاهلي. دي حقيقه زي ما انت قلت، النهارده الاهلي بالنتيجه اللي هو حققها ديت الثلاثيه اللي احرزها في الوداد يمكن بيكرر اللي حققه قبل 36 سنه لما فزت على جمعيه الحليب المغربي بثلاث اهداف مقابل هدف، كان لحساب الدور ال 32 من بطوله افريقيا للانديه. طبعا ده كان في 84 تقريبا. الاهلي ما خسرش في اخر 28 مباراه على ملعبه في دوري ابطال افريقيا، فاز 22 في 22، اتعادل في 6 وحطم طبعا يعني الاهلي الرقم القياسي زي ما انت قلت. فالنهارده الرقم القياسي من حيث التهديف في النسخه دي تحديدا لانه سجل 34 هدف صحيح. يعني 34 هدف، وخلينا نتكلم ان حتى كسر رقم انيمبا النيجيري ده محقق 31 هدف، والنادي الاهلي ان شاء الله كمان عنده الفرصه ان يزيد من هذا الريكورد. لسه عندنا مباراه نهائيه ان شاء الله هنسجل فيها، فزي ما بقول الارقام دي كلها ليها مدلول فني كمان على يعني كلنا عارفين الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي والظروف العالم كله بكورونا، وبيظهر فريق على مستوى العالم بيحقق هذه النتائج وبيحقق هذه الارقام القياسيه، فده دليل واضح ان ان شاء الله احنا على الطريق السليم. فرقتنا ان شاء الله اكيد بتستعد بشكل جيد جدا من دلوقتي، كلنا بنفكر في النهائي. عندنا لسه مباراه في الدوري العام لكن كل التجهيز ان شاء الله هيكون للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر زي ما بقول، ايا كان مين المنافس. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك امام الرجاء اللي احنا عارفين المباراه اتاجلت ليوم 31 اكتوبر، وزي ما بقول احنا مستعدين خلاص، احنا مركزين استاد القاهره بشكله، مستنيين ان شاء الله يعني ان شاء الله نهايه كمان المباراه واحنا يعني شايلين كاس افريقيا للمره التاسعه ونحقق ريكورد اخر ليه في سجلات النادي الاهلي. عشان كده بقول لك احنا منتظرين يوم 6 نوفمبر ده بفارغ الصبر أكيد. كل واحد فينا قاعد مستنيه من دلوقتي. ترجع لنا بالسلامه، ترجع لنا بالف سلامه يا مؤمن. كلمات رائعه جدا مسانده تاريخيه طبعا النجم الكبير تامر حسني وكل النجوم اللي شاركوا، بس مش على مستوى الرياضه، على المستوى الفني شفنا قد ايه كل الناس بتشارك مؤمن، وشفنا قد ايه حتى كمان هذه المشاركه وهذا الود وهذا التعاطف مع مؤمن حتى خلال الاسابيع اللي فاتت ادى الى شكل رفع الروح المعنويه بشكل كبير جدا لمؤمن، شفناه في الجيم وشفنا صوره ثانيه لسه كمان من يومين في الجيم. فبنقول يا رب ان شاء الله يا مؤمن ترجع بالف سلامه. بنشكر طبعا النجم الكبير تامر حسني وبنشكر كل القائمين على هذا العمل الصغير، صغير في وقته لكن قيم جدا جدا في محتواه وفي ادائه، وكل الشكر ليك
هقول لك يا كابتن تامر، لانك انت كمان بتحب الكوره وانت لعيب كبير، فبنقول كل الشكر لتامر وكمان لكل من شاركوا في هذا العمل يا سهام. هو عارف انه نجم مؤثر، وعارف ان الاغنيه دي صحيح عملت 3 4 دقائق، لكن عملت قدامهم 3 4 ملايين مشاهده في اول يمكن ساعه نزلت فيها. فتامر حسني يمكن اعتقد انه فكر من نفسه انه يظهر، او في ظل الارتباطات كمان الكتير اللي عنده، فكر انه يكون جنب مؤمن زكريا على طريقته الخاصه في الفتره الصعبه دي. والحقيقه كمان مؤمن يستحق اكتر من كده بكتير، ويستحق وقوف كل الناس جنبه، وهو ده الحقيقي الواضح، وهو ده اللي ظاهر. وان شاء الله ترجع بالسلامه ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. بفكر حضراتكم مره تانية بفقرات، احنا فكرناكمش مره اولانيه عشان نفكركم تاني. هنقول لكم النهارده معانا مين. معانا النهارده في الفقره الاولى الاستاذ محمود صبري، الاستاذ محمود رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريده الاهرام. في الفقره الثانيه مشرفنا الكابتن الكبير محمود صالح نجم الاهلي السابق. والفقره الثالثه معانا البرنس علاء نبيل. هنروح دلوقتي مع اولى فقراتنا مع الاستاذ محمود صبري مدير تحرير جريده الاهرام مع الكابتن هاني. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، واولى فقراتنا النهارده في البيت الكبير هتكون مع الناقد المتميز والمميز دايما على المستوى الفني وعلى مستوى النقد الرياضي الاستاذ محمود صبري. برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن، منورنا في البيت الكبير. مبسوط؟ الحمد لله، والضحك قد كده كلنا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتمها على خير. يا رب يتمها على خير. ويعني طبعا اكيد هسالك في كذا ملف، منه طبعا ملف النادي الاهلي الصعود للنهائي والمباراه النهائيه وكذا ملف يخص النادي الاهلي، لكن خلينا اتكلم مع حضرتك. استقبلت ازاي او شفت ازاي مباراه الوداد، وعايز اعرف شعورك قبل المباراه. هل كان شعور الجماهير بالثقه الزايده والقلق اللي يعني بعض الجماهير كانت قلقانه ان يكون في ثقه زايده، ورؤيتك رؤيتك لمباراه الوداد الاخيره؟ لا، الوضع يعني طبعا كان لازم تبقى قلقان برضو، يعني لازم تحترم فرقه الوداد. فرقه الوداد برضو فريق يعني مصنف رقم واحد في تصنيف الاتحاد الافريقي، فريق صاحب تاريخ كبير جدا. الاهلي ليه مواجهات معاه مميزه كلها متقاربه النتائج، لو انت لاحظت يمكن في الفتره الاخيره الاهلي لعب معاه نهائي 2017 الشهير المعروف 1-1 في برج العرب، 1-0 في الدار البيضاء. اعتقد انه الحسابات القلق، في قلق صحي وفي قلق سلبي بعد بعض صدره لك، وبتبقى متباينه الظروف. انت مر بمرحلتين، مرحله صعبه يعني مرحله انتقاليه من حسم لقب درع الدوري، ثم مدرب فجأة بطلب غريب جدا انه يمشي، ثم تعاقد مع مدرب مفاجاه ما كانش في الحسبان. فاصبح ايه المشهد بالنسبه لك؟ ايه محتاج بقى اعاده تقييم وقراءه جيده للصوره. الاختيار يتقال عليه موفق بناء على النتائج، يعني ايه ما تقدرش تقول غير كده. يعني ايه؟ مش هنقول بيحمل الاختيار العبقري، لكن هو الاختيار كان الاختيار الصعب، وكان الرهان على الراجل. قدر في فتره قليله يعني ربنا وفقه، واللعيبه برضو تفاعلت، فكان نتيجه المفاجأة والأداء الغير متوقع كان في مباراة الذهاب. ولذلك احنا اتكلمنا قلنا قبل كده انه التأهل يبدأ من صحيح. من مركب مولاي محمد الخامس، مش من القاهرة. صحيح. انت خلاص يعني انت صدرت المشكلة جاي وعندك نوع بس مسألة. كان كل الناس قلقانة من الجزئية ديت، يعني قلقانة النادي الأهلي كسب 2-0 نتيجة كبيرة، لكن كان في بعض الجماهير قلقانة لعوده النادي الوداد. زي ما هنتكلم الوداد فريق كبير وفريق طبعًا مميز طبعًا جدا طبعًا. وعنده ثقافه الفوز خارج كمان ارضه على مستوى الافريقي مميز جدا طبعا. فكان انت كنا داخلين المباراه عندنا حتتين، يعني عايزين نشوف فرقتنا عندها الثقه الزياده اللي هي تخوف، ولا طبعًا. يعني انت شفت ولا اللي حصل ده؟ ايوه بالظبط. ولا اللي حصل ده يعني كان كده؟ لا في شغل. يعني بدات زي ما اتكلمنا قبل كده، قلنا خلاص انت بدات تحط الملامح، يعني الملامح بدات تتضح، الرؤيه بدات بعينيك تشوف رغم الوقت والاصابات. يعني انت برضو عاوز اقول انه الراجل مضغوط. أيوة في حته، عايز اكلمك اهم الملامح اللي حضرتك طلعت بيها من الحته اللي انت بتتكلم عليها، ان احنا مش هنحكم على موسيماني اول اسبوعين اول ثلاثه، لكن الناس بتقول لا في ملامح في شك. ايه الملامح اللي انت شايفها مميزه جدا في موسيماني؟ خلينا نطمن اللي جاي. ده رقم واحد بالنسبه للروح. الروح والثقة، يعني واضح انه اللعيبة
من اصواتهم في الملعب طبعا عشان الجمهور. ولاحظ في كذا حاجه في هناك في المغرب حصلت وهم بيعاتبوا بعض وبيشدوا هزر بعض وبتاع والكلام ده. لا وقفته الحماسه اللي هو فيها ان هو بيتكلم مع اللعيبه على طول الوقت في دي في دي دي بتبقى من المدرب يعني بتبقى في مدرب قاعد وفي واحد قاعد تاني لا متفاعل مع المباراه وداخل وبنبي وبصوته عالي وبيقول يا فلان وبنادي على فلان. يعني عاوز اقول لك ايه هو عامل الحاله دي رابط نفسه مع اللعيبه يعني حتى لو حصل اي حاجه بيسقف بينادي. الجزئيه دي وضحت اللي هي الاهم انك انت تبقى واقف على رجليك وحد بيدعمك وخاصه ايد حضرتك في النقطه دي. واضيف عليها حاجه صغيره كمان ان انت كمان المدرب انت كسبان على ارضك وكسبان بره ارضك لكن تحس في ملامح وشه لسه ما زالت الجديه موجوده. يعني انت كسبان 2-0 بره و 3-1 3-1 هنا كانت ممكن تبقى 4-5 الجديه في التعامل يعني مع اللعيبه وال طبعا ده لو انا حاسب على اللي ضيع فرصه وحاسب على مظبوط يعني الروح دي هي دي الاساس. يعني انت كان مشكلتك المشكله الاساسيه في الفتره اللي فاتت البعض كان بيلوم على بعض اللعيبه حاله انه ايه في الالتحامات لم تكن بالقوه المعهود عن الاهلي انه دايما لعبته في الملعب يعني في الالتحامات والكوره وال يعني الثنائيات بتبقى الكوره ليك. لكن في فتره فرنت جالك شك في المساله دي ومباريات دوري ابطال افريقيا مباريات مختلفه يعني مباريات محتاجه بتلعب على الفرص بتلعب على تفاصيل بتلعب على حاجات مهمه جدا. الحاجات دي هي دي الاساسيات بالنسبه لي كمتابع ومراقب. الاساس بالنسبه لي تحس روح الفريق في الملعب انه ما فيش حد واقف بيتفرج على التاني. الحاجه التانيه اللقطه اللي عملها تكمله لما بداوا فايلر في اللي هو اللعب من لمسه واحده وكمان مش اللعب من لمسه واحده لا السرعه في اللعب. يعني انت دلوقتي عندك والتحرك من غير كوره تحس ان اللعيبه بتلاقي بعضيها بسرعه يعني ايه صحيح. دي الجزء ده رغم ان هو قال كلام ان انا لسه برضو يعني لسه مشوار قدامي يعني لسه منتظر لسه ما وصلتش للي انتوا في مخيلتكم. انا ما وصلتش اه فعلا لسه ما وصلتش للاداء اللي انا عايزه لسه ما وصلتش للاداء اللي انا عايزه. يعني هو برضو ايه برضو على فكره هو بيعمل الشغل ده وعينه وقلبه في خط الدفاع وبرضه قلبين الدفاع وعاوز باص وشايس يعني كتير. حسابات برضه خلي بالك مباريات دي بتبقى كوره يعني ايه غلطه بتعمل مشكله. شوف انت قارن ما بين الهدف الاولاني وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وتكمله مروان للنهايه واحرز الهدف. يعني بص انت ليه الناس ربطتها بماتش مثلا الزمالك في الكوره برضه اللي هو كان برضه ما كملش فيها هو حتى نفسه قال عمل كده شاور بايديه. فاللي عاوز اقول لك انه لا في الراجل عاوز اقول الناس بتقول لك ولسه ما لا بدات الملامح تظهر بدا يبقى في شغل بدا يبقى عندك ثقه في انه لا الفريق واقف على رجليه. انه الفتره اللي فاتت بتاعت ما بعد كورونا والهبوط معدل اللياقه البدنيه بصوره وحاجات فيها تفاصيل كتير هتتقال بعدين مش بس مش دلوقتي. لكن انت يعني ايه الراجل بيشتغل بيبذل جهد كبير جدا روح عاليه جدا في الملعب تحرك سريع اجاده اللعب على هجمه المرتده وتنفيذها بصوره من لمسه ومن لمستين ومن ثلاثه وتضرب دفاعات المنافس. انت لو شفت الوداد من بدايه المباراه كان ضاغط عليك باربع لعيبه من قدام مش سايبك لا كان بيلعب على واحده ماشي ان هو يعملها. دي الحالات الحاجات الفنيه اللي برضه هتناقش مع حضرتك فيها في جزئيتين ثلاثه. الجزء الفني اولا التشكيل كان في بعض الناس يعني بتقول يعني هو بدا كمان واعتقد لو علي معلول كمان كان سليم كان بدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه طبعا فكان برضو دي من الحاجات اللي يمكن بعض الناس قال لك احتمال يغير حسين احتمال يبدا ببادجي مروان ما يلعبش اجاي مش موجود. فخلينا نتكلم فنيا في يعني ايه الجزء الفني الثلاث اربع نقط اللي فعلا يعني طلعت بيهم من المباراه وقلت لا احنا فعلا عندنا مدرب مميز. يعني اختياره على فكره اختياره كان قراره في اختيار احمد فتحي في الجزئيه دي كان مهم جدا. احمد فتحي كباك شمال اه طبعا كباك شمال يعني هو كان حصل قلق لما ايه اصابه علي معلول دي عملت برضه حاله من الارتباك لكن احمد فتحي رغم كده عمل جهد كبير جدا في المباراه واختياره في المكان ده كان مهم جدا رغم يعني الدور الهجومي انا مش مطالب احمد فتحي يعمل اللي هو ما بي يعني ايه ما تعملش لكن حاول وراح اكتر من مره في اكتر من لقطه وضاعت منه فرصه كمان بالرغم ان بعض الناس قالت لك ان احمد فتحي مش هيشارك معاك في النهائي فممكن جدا كان بدا بمحمود وحيد
على اساس يبقى حتى موجود وجوده بيديله ثقه شويه. لكن يعني برضو من الحاجات اللي هو من الواضح ان الراجل بيحسب خطوه بخطوه، يعني انا ليا النهارده فانا هلعب على النهارده. مش دعوه بكره يا كابتن. انا بتكلم على على راي الناس يعني يقول لك اه ما احمد كده كده مش موجود معاك في النهائي ما لعبش مع محمود وحيد مثلا. زي الناس اللي لمت عليه ليه ما لعبش الثلاث ديفندر في وسط الملعب، ده دي مصيبه. مع كامل احترام انت مش رايح، انت يعني اكيد يعني بان ذكائه وبان شغله وبان ان عنده حاجه بيعملها في الشغل اللي تم في الماتش هناك. يعني مع كامل احترامي للبعض الملعب المباراه بدون جمهور، لكن برضه بتلعب خارج ملعبك وكونك انك انت يعني ربنا وفقك في بعد ثلاث دقائق حرصت هدف وجات عليك ضربه جزاء غير صحيحه وبرضه حصل توفيق برضه كبير بانها اتصدت برضه اتصدى لها الشناوي كان موفق فيها. برضه ده كله ده ضغوط عليك، تخيل يعني اعمل حسابات معاكسه. طريقة اللعب حتى كانت مفاجأة بطريقة اللعب والقوة في نص الملعب وتبديل مراكز بعض اللعيبة وتكليفهم بجد وحط هنا. أنا قلت لك إيه؟ هو راجل بيدور على 10 واعتمد عليه في قفشة، في إنه عاوز قفشة يعني جاستن سنين اللي هو نفس اللقط نفس الراجل ده في ماتش الأهلي هنا اللي خسر. كان دايما حتى في ماتشات الأهلي دايما تلقاه واقف هنا وحده، يعني سايب مستني الكوره هو البوزيشن البوزيشن بتاعه ماشي في الجزئية دي في الدايرة دي، ده اللي بيحرك وبيعمل. يعني بص على التطور الايجابي لكره قفشه، يعني ايه؟ يعني عمل نقله مختلفه من ان انا كنت اوديه مين واجيبه شمال واوديه بره، حطيته في الجزئيه بتاعته دي. من الحاجات اللي بص حتى حمدي فتحي اللي هو يعني شوف حمدي فتحي كان اداؤه مع الاهلي لما رجع كان وصل لمستوى الاصابه طبعا قلت حتى لما رجع بدا حتى حمدي فتحي نفسه يا سعيد. يعني في كمان اتكلم على ليو ديانج يعني وقول اتكلم على السلي، يعني عاوز اقول لك ايه؟ لا في هارموني بدأ من مباراة الوداد بين الراجل وبين اللعيبة، حتى اللقطة اللي جت في غرفة الملابس بعد المباراة وهم واقفين وهو بيسقف وهو بيشكر وهو يعني جميلة جدا بتدل ان كمان الناس شايفة شغله كويس. يعني هو بيشتغل هو لغاية دلوقتي الراجل مش يعني مش عاوز اقول لك مش هتكلم عن نفسه، هو لسه شايف نفسه هو فعلا لسه ما عملش حاجة. لكن انا لما اجي دلوقتي اقول له اصل انت اعمل كذا لا يا جماعة، ده واحد اتعلم او شايف ومن خبراته انه بيلعب مباراه بمباراه. يعني انا ما اقدرش اتكلم على مباراه النهائي وانت لسه ما وصلتش النهائي. يعني برضه هو كان قال ايه؟ قال الكلام ده احنا مستعجلين. احنا عاوز اقول لك ايه؟ انه عاوز اقول حاجه انه السوشيال ميديا الاهلاويه عاوزين يبقى في تغيير في المرحله، مساله التحفيل اللي هي بتادينا الى اثار سلبيه بصوره او باخرى. الاهلي محتاج في الفتره دي مسانده ايجابيه وعدم الحديث عن امور واثاره مشاكل ولعب على اوتار والمشي ورا من يثير اخبار مغلوطه عن النادي عن المجلس عن الفريق عن يعني عايز اقول ايه؟ مش مساله يعني من حقك تفرح، الفرحه تنتهي بعد المباراه. طيب انك ما فزتش بالبطوله، انت عندك تجربتين لازم يخلوك تقعد تفكر فيهم، انك انت خسرت اثنين نهائي ورا بعض ماشي بمبالغات وكلام وكانت النتيجه غير متوقعه، انت بتفكر دلوقتي بتترقب السؤال يفضل تقابل الرجاء ولا تقابل يعني الزمالك؟ ده السؤال اللي يعني من خلال كلامك انك سابقين شويه او احنا يعني انا بتكلم من وجهه نظري وحضرتك برضو تشرح وجهه نظرك ان النادي الاهلي وصوله للنهائي لا يهمه تماما مين المنافس اذا كان الزمالك او الرجاء، فالموضوع التاريخ بيتكتب في النهائي والمباراه النهائيه لها حسابات خاصه البطل. يعني حسابات خاصة جدا طبعًا على مستوى طبعًا المنافس على مستوى الأداء المباراة. يعني أنا يعني بأيد حضرتك جدا في أداء موسيماني، وخلينا أتكلم كمان على إن أنا أول مرة أشوف النادي الأهلي بينقل 41 نقلة من غير الخصم حتى ما يلمسها، فده شغل مدرب أكيد. لا طبعًا مش يعني عايز كلام. لا موضوع الاستحواذ الإيجابي، إحنا كنا ممكن نستحوذ بشكل سلبي لكن الاستحواذ الإيجابي إنك بتقطع الكورة، يعني الجون مثلا الجون بتاع حسين الشحات الكرة بالظبط لو حسبتها كده من اول ثلاث تمريرات لا حتى بالثواني هتحس ان من اول ما الشناوي لمس الكرة لغايه ما الكرة دخلت الشبكه انت بتتكلم في انت كنت تتوقع انه قالوا ده نجيبها او حتى مهاجم الفريق المغربي ده مجرد ان ديانج يخرج، هو كان موجود في منطقه 18 الكرة هتخرج اوت اي حد في مكانه هيسيبها اوت لحضرتك اهو. لكن حاجه سبرنت يعني والتاني معاه مش سايبه، يعني هو كان اصلا ورا المهاجم بتاع سبقه بصوره، ما انا بقول لك اهو واللقطه والتمرينه وتحرك حسين.
وصول الاهلي للنهائي ده ما يهدفش للاهلي، ما لازم الاهلي يوصل للنهائي. البطل يظهر شخصيته في المباراه النهائيه. انا عايز اقول ايه لما بتكلم عن السوشيال ميديا، بقول انه لازم الدعم بيكون دعم معنوي، بلاش التحفيل والدخول في امور والحديث عن الكلام. يعني خلاص يا جماعه، يعني مساله عاوز اقول ايه، لا لازم يبقى في وقفه والناس تاخد بالها منه. ايه هيبقى في نوع من الضغط على الاهلي والتشكيك ومرحله زي ما بتحصل في فترات، اسيب لك مشكله وارميها لك وامشي وراها. نادي الاهلي يعني ما... طب لو احنا اتكلمنا، يعني اخد رايك انت، يعني هتلعب الزمالك ولا الرجاء؟ انت تقول ايه؟ لا يعني البطل لو بسألك... يلعب معايا فريق، البطل اللي عاوز ياخد بطوله ما ينظرش للون الفانيلا. وبعدين انت عندك المفروض دوافعك قويه. يعني حتى لو واجهت الرجاء، مين قال ان الرجاء هيبقى منافس سهل لو انت واجهته في المباراه النهائيه؟ مين قال الكلام ده يا جماعه؟ بتختلف الدوافع. الرجاء عنده غايب عن البطوله من سنه، يعني ما خدهاش، يعني خدها مره 97 اعتقد او 99 وما خدهاش تاني. وبعد كده وصل للفاينل 2002 مع نادي الزمالك وخسر البطوله هنا في القاهره 1-0. خلاص، فعنده ليها فتره غايبه عنده، وعنده كمان بطوله عربيه عنده فيها طموح برضه، هيلعب مع الاسماعيلي وهتبقى منافسه شرسه جدا. الزمالك طبعا عنده طموحات انه ياخد البطوله واللقب السادس ومن 2002، وعنده نفسين بيقول لك انا كسبت الاهلي مثلا مرتين في السوبر بضربات الجزاء ومباراه 3-1، واللعب بص كل طرف بيحاول يدي الافضليه والاهلي بيستحوذ. بس اعتقد استاذ محمود يعني اداء النادي الاهلي، وخاصه نتكلم بكل امان، اداء النادي الاهلي في مباراتي الوداد اذا كان ايابا وعوده او ذهابا وعوده، انا في اعتقادي انه بيوصل رساله لاي منافس، لا النادي الاهلي فريق قوي، لكن بعد دلوقتي فريق مرعب. مباراه الذهاب دلوقتي وصل لمرحله كبيره جدا من مباراه الذهاب كمان يا كابتن اخطر مباراه هنا. يعني شايف مباراه الاهلي لا فيها جهد صحيح. على فكره مباراه الذهاب كان فيها اداء اشعرك ان هو ده الاهلي، شخصيه البطل رجعت الفوز. انت افتقادك لظاهره الفوز خارج الملعب كانت عامله لك مشكله. مظبوط. ما انت تفوقك في الفتره اللي فاتت ايه؟ فوزك خارج الارض كان بيحسم لك كل اللقاءات، بيريحك خاصه في مباراه يعني الفيصليه المهمه جدا. انت الماتش اللي عملته بره كان مفاجاه لجمهور الاهلي، يعني الناس كانت كلها خايفه وغير متوقعه. وبعدين يجي يقول لك ايه؟ واصل الوداد مش في مستواه، واصل الوداد يعني عارف انت ايه؟ يعني في ناس ما بتبصش انك انت كويس بقدر ما بيحاول يقلل من انك انت من كويس ويقول لك الخصم ضعيف. لا سيبك من الكلام ده، ضاع هذا الكلام. حتى في الكوره واحنا كمدربين مثلا نقول لك، ما حتى لو الخصم ضعيف في وقت من الاوقات الفرقه الثانيه بتلعب، الفرقه الضعيفه بتاخده للريتم اللي هو عايزاه، فاللي بيبقى ماتش وحش ويبقى. لكن انا في اعتقادي انك الخصم مش بالمستوى لو هم بيتكلموا كده، لا ده انا قوتي كمان ان انا بسيطر وان انا بكسر الحته ديت، ان لا انا اللي بدوس عليه، لان نادي الوداد مش نادي صغير. لا لا يعني مع لا نادي لا الوداد لا من لا افضل الانديه على مستوى افريقيا، ونادي عنده شخصيه البطل كمان. فانك حتى لو الوداد شايفين ان هو لا اصل الوداد مش مستواه، طب ما يحسب للنادي الاهلي ان هو ركز كويس وان هو حضر كويس وانه ما شوف انت شفت انت قلت ايه؟ انا انت اهم حاجه بالنسبه لك فرقتك، ما بتبصش على المنافس. انت احترمت المنافس بما فيه الكفايه، احترمته واديت معاه مباراه كبيره جدا. وهو حتى في مباراه العوده هم نفسيهم جايين وكان عندهم طموح ان هم ياخدوا يعني ياخدوا منك البدايه، لكن يعني التوفيق بتاع ربنا وانت تركيزك في بدايه المباراه واللعب على الكوره ادالك الافضليه. كمان انت يعني السيطره على الملعب واللعب الايجابي والتحرك اللعيبه وانك انت ما عندكش، يعني عاوز اقول لك ايه، ما فيش نجم، فريق واحده يعني دي من الحاجات اللي هو يعني اعتقد بيلعب عليها موسيماني. يعني موسيماني زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا، قلنا انه الاداء الجماعي بيبقى كل الفريق بيزف في المنظومه دي، التحرك واللعب. لكن انا شايف ما الرجل لم يعني بيبذل وبيرمم وبيبني بهدوء وهو عاوز اقول لك طموحه دلوقتي كل تركيزه هيبقى في المباراه النهائيه. خلاص الفوز بدوري ابطال افريقيا، بعد كده هتشوف فريق مختلف مع التدعيمات على الصفقات الجديده، مع التدعيمات من الناحيه المعنويه، مع شغل كتير جدا. الفرقه هيتم بناء وتاسيس لفريق لفتره كبيره جدا. عشان كده
المرحله الجايه مرحله شغل، مرحله عمل، مرحله تدريب، مرحله عمل، يعني عايز اقول اكيد ده كله في حساباته، وانه عارف انه اي خصم هيواجهه سواء الرجاء سواء الزمالك هيكون له حسابات، ويكون ليه ازاي انك انت مباراه ازاي دي هيبقى فيها ضغط عصبي وتوتر وتفاصيل صغيره مهمه جدا ما تركز عليها. فالمرحله مرحله صعبه، يعني ايه خساره لقبين متتاليين برضو عامله لك في ترقب، لو واجهت منافسك التقليدي هنا في مصر الزمالك هيبقى برضو لها حسابات تانية ويبقى فيها ضغط، يعني ايه هنا يبان دور المدرب في الناحيه النفسيه رقم واحد، ازاي هيطلع كل ازاي الاعداد الفني للمباراه وازاي يتعامل مع ظروفها بشكلها لو حصل اي موقف داخل المباراه يبقى اي الوضع، كل ده الامور دي اعتقد هتبقى في حسابات، خاصه انه مدرب فاز بلقب دوري ابطال افريقيا، فهيبقى يعني عنده الخبره وعنده الظروف والضغوط اللي مر بيها اكتر من مره، اكيد هيعرف يتعامل، اكيد هيعرف يجهز فرقته، خاصه وده شفناه بصراحه في كل يعني احنا لو قيمنا حتى اداؤه على مستوى كل المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي كنا بنشوف انه عنده حاجه مميزه، يعني مدرب خلينا نقول مدرب فاهم شغله كويس قوي، حتى على مستوى التغييرات كلها تغييرات منطقيه جدا، ما فيش لعب في التشكيل كتير، اذا كان بدا المباراه اللي هناك هو نفس التشكيل ما عدا طبعا لاصابه علي معلول. نروح لجزئيه وناس كانت قلقانه من جزئيه التحكيم، رايك ايه برضو في التحكيم في الماتشين؟ يعني خلينا نتكلم الاداء التحكيمي في النصف النهائي ما بين الوداد والاهلي زيابا وايابا. بص عايز اقول لك على حاجه، احنا طبعا التحكيم الافريقي طبعا لا شك انه في حكام جيدين يعني ما اختلفش عليهم يعني، لكن انت ايه التحكيم بيستفيد منه يعني الطرفين، لكن في حاجات بتبقى مسار شك، يعني ايه بالنسبه للحكم لما يكون اللي عنده تجاربه السابقه بتبقى بالنسبه لك مشكله نفسيه، بس هنا القدره في الفرق الكبيره انك انت بتجبر الحكم بادائك وقوتك وتركيزك انك خلاص هنلعب مباراه من غير حكم، لما انا عندك طموح، عندك طموح البطوله اللقب، فبيبقى تركيزك دايما في الملعب واللعب الصح. ممكن الحكم يحط لك مثلا ضربه الجزاء واضحه انها مش صحيحه، وهو حتى لما تم استدعائه بعد قرار واضح انه القرار كان خطا، لكن هو اصر على الموقف اتحسب وتم تصدي الانذار حتى بتاع اليو ديانج، يعني انذار غريب جدا ماشي، ما في حكام برضو ايه يعني، وخاصه كان اول ثلث ساعه وما كانش بتحصل حاجات كده ممكن تديك المؤشر، في الحاله دي بيبان خبره اللعيبه وخبره المدرب من بره ازاي بيهدي لاعبته وبيخليهم يركزوا وما يركزوش مع الحكم، ده مهم جدا، لانك لو ركزت مع الحكم ومع كل قرار ومع كل تصرف خلاص انت خرجت من دايره التركيز في المباراه، وبقى عندك مشكله مع الحكم ممكن يضطر للطرد، ممكن يضطر الى اي تصرف فبقى ما تقدر تمنعه، وعندنا مواقف كتيره جدا، وارجع بقى للتاريخ من ورا شويه وهتدور من بكاري جسامه وانت عايز واكثر من بكاري جسامه اتعمل. الحكم هناك رغم يعني ضربه الجزاء ورغم الانذار، لكن يعني دول الحاجات اللي هم يتاخدوا عليه، يعني برضو دول مشكله زي ما بيقولوا انا عملت اللي عليا خلاص انا هعمل لكم ايه تاني اكتر من كده، خلاص الموضوع خلص. جنوب افريقيا حكامها بامانه شديده حكام مميزين جدا، يعني خاصه جوميز صراحه، خاصه لا بصراحه لا يعني مميز حكام مميزين جدا. وتقدر ترجع في التاريخ تشوف ان هم ناس يعني فاهمين كوره وهاديين في الملعب، ومش يعني قليل منهم اللي ممكن تتكلم عليه يعني ما قبل فترة يعني الألفينية، يعني مثلا بتسمى سابيلا دالي ووقائع مثلا نيانت مثلا كان من الحكام المميزين، عندك فيكتور جوميز كنت أتمنى الحكم ده هو يبقى في الفاينل يعني وحكم يستحق الفاينل بصراحة، شوف حركته في الملعب. عدم التركيز على التحكيم برضه موسيماني من الحاجات اكيد اللي بيتكلم لعيبته فيها ومركز، انك مالكش دعوه بالحكم، انت ركز في الكوره بتاعتك، انت تستطيع ان تجبر الحكم على اتخاذ القرار اللي انت عايزه طالما بتلعب وبتأدي اللي عليك، يعني الحكم مش هيمنعك انك انت تسجل جول، مش هيمنعك انك انت تروح مزبوط. لكن ايه لو ممكن ما يحسبلكش ضربه جزاء انت هتجيب جول، يعني عاوز اقول لك هو ادائك انت يعني هو اللي في النهايه ضغط عليك، حتى لو ضغط عليك وكده انت برضه طالب انك انت ما تستسلمش، يبقى عندك روح وتقاتل والكلام ده. فانا عاوز اقول لك انه الفرق الكبيره هي كده، رغم كل الظروف انت يا ربنا وفاك ونجحت وصلت للخطوه المهمه، شوف انت من شهر كنت بتدور هنوصل النهائي مش هوصل النهائي، الحمد لله وصلت للنهائي وتنتظر الطرف الثاني
بدأ العمل بقى للمباراة النهائية بشكل مختلف خالص، تركيز مهم جدا. كمان عندك يبقى عندك مباراتين ثلاثة مثلا. ما أنا حاجة لحضرتك، إحنا إن شاء الله يوم 31 عندنا مباراة مع طلائع الجيش، دي آخر مباراة في الدوري. برضو شايف إن مباراة طلائع الجيش دي، تفتكر مباراة بيراميدز قبل مباراة الإياب بيراميدز، تفتكر إن ممكن برضو موسيماني ياخد مباراة طلائع الجيش دي كبروفة بالنسبة له، بروفة للنهائي، ولا الوضع مختلف شوية؟ إحنا عارفين طبعا النهائي يوم 6، يعني تقريبا أسبوع قبل، يعني بعد هذه المباراة، وكلنا بنفتكر بيراميدز. يا ترى هيكرر نفس التجربة إن ياخد بيراميدز زيت كبروفة خاصة جدا للنهائي، ولا طلائع الجيش ممكن يعني مباراة طلائع الجيش يبقى ليها حسابات أخرى يعني؟ لا أبدا، طلائع الجيش من الفرق المميزة في مسابقة الدوري، لكن الوضع مختلف. إن بيراميدز كان في وضع عايز فريق عاوز يحافظ، عاوز يوصل للمركز الوصافة في الدوري، وانت عندك بينك وبينه مباريات ونتائج واداء في الفتره الاخيره هو انت ما كنتش موفق فيها، فالمباراه كان واخده وتعرضت للطرد، ففي بقى عندك يعني تجربه حلوه، تجربه حلوه، واضح في تجربه حلوه، وان واضح انك انت وقفت على رجليك في المباراه دي. لكن مباراه طلائع الجيش اللي جايه انا شايفها طبعا دي مباراه التتويج بالدوري وتسليم الدرع زي ما قال اتحاد الكوره، المفروض يسلم درع الدوري للنادي الاهلي فيها. عندك تجربه انك انت تدي فرصه للناس اللي ما بتلعبش يعني مباراه، لانه طبعا اكيد طلائع الجيش حتى لو كان الموسم بالنسبه له انتهى بعد يعني البقاء في الدوري، فبتبقى مباراه عاديه، لكن انت تستفيد منك تدي فرصه للناشئين تشوفهم، ادي فرصه للناس اللي عندها ما بتلعبش، ها دي تبقى فرصه، خاصه انك انت بعديها عندك مباراه في بطوله الكاس. طب انت من رايك مثلا على سبيل المثال، باخد ودي برضو معاك في الكلام، تفتكر ممكن مثلا على سبيل المثال يبدا مثلا بعلي لطفي؟ يعني احنا شفنا المباراه اللي فاتت طمن النتيجه وراح برضو ادى علي لطفي اخر جزء من المباراه، تفتكر ممكن يدفع بهذه التجربه انه يبدا مباراه طالع الجيش مثلا بعلي لطفي ويريح الشناوي؟ طبعا، ما لازم يعمل كده، انت برضو لازم تبقى حريص جدا على لعبتك في المرحله دي، انك انت تهدى شويه وتركز. يعني علي لطفي لازم تشوفه، لو عندك مدافع من الشباب اديله فرصه، لو عندك الشباب اللي هم شاركوا في اديتهم انت قبل كده بياخدوا فرصه اساسيه في المباراه. اليو بادجي ما بيلعبش ممكن تديه، محمود وحيد ممكن ما بيلعبش تديه، يعني انت يعني عارف ايه بتدي العربي بدري تديه في نص الملعب، نص الملعب يعني تدي انت في الحاجات ولا دي. رؤيه اخرى ان هو ممكن جدا الاسلحه اللي هو كان يتمنى انها تلعب، مثلا عندنا وليد سليمان مثلا شارك عدد قليل، ممكن يبدا المباراه ممكن على اساس كهربا، ممكن كهربا يبدا المباراه. بس انت من رايك مش هيبدا بالتشكيله اللي هيبدا بيها مباراه 6 نوفمبر؟ هيبدا بالتشكيله الاساسيه في المباراه، يعني مباراه تحصل حاصل، مباراه تسليم الدرع الفرقه تبقى كلها موجوده، لكن ما تخش انه هيلعب مباراه لانك انت يعني لسه يعني هيبقى عندك على النهايه اعتقد اسبوع تقريبا، اسبوع ما اعرفش بقى مباراه الكاس هتبقى امتى، يعني هل هتبقى قبل مش قبل النهائي؟ لا مش قبل النهائي، ما اعتقدش، لا مباراه الكاس بعد المباراه النهائيه ان شاء الله. خلاص يبقى انت عندك ايه المباراه دي، ففرصه انك تتجرب فيها وتطمن فيها على الناس اللي عندك اللي موجود عاوز يشوفها هو يعني برضو الحاجات دي بتكشف للمدرب برضو، الناس تستمر معايا مش هتبقى موجوده. هو كمان بيحضر للسيزون اللي جاي بالنسبه للصفقات. لكن تيجي تلعب بقى بالتشكيل الاساسي في مباراه طلايع، طب على اساس انت بتقول انه لعيبه محتاجه يعني تريح وبرضه تهدى، يعني حسابات النهائي حسابات مختلفه كابتن هاني. طيب اكيد حسابات مختلفه، وان شاء الله باذن الله يعني احنا كلنا ثقه في الاداره الفنيه وفي اللعيبه، بس خلينا ناخد برضه اجزاء من المباراه. احنا متفقين ان كل اللعيبه كانوا على مستوى عالي جدا، لكن زي ما اتكلمنا مثلا على تميز مثلا الشناوي بشكل كبير جدا في مباراه الذهاب وقفشة، تختار لنا اتنين كمان على زي ما بيقول السوبر ستار في مباراة العودة أو المباراة الأخيرة؟ طب قبل ما نخش في الجزئية دي في حاجة برضو، دي برضو محتاجة شغل، يعني هو أكيد بيشتغل عليها. أنت طبعا يعني لو لاحظت فرقة الوداد لما ضغطت عليك في بداية المباراة من قدام بثلاثة وأربعة، هنا أنت أنا ضد إن الكورة ترجع كتير لحسن، يعني انت شفت اللقطه بتاعت الشناوي والخطا اللي هو بتاع اسماعيل حداد يعني. ماشي خطا وارد في الكوره، لكن يعني انا يعني ايه، انا مش عاوز اقول لك يعني قلبك وقع كل شويه، لا كل شويه ترجع الكوره
بس ده ما ناخد بالي بس انت تكررت انت بتبني من تحت. ما انت عارف هو ممكن يلعب كره طويله بس هو ممكن يكون الوداد بيلعب على الجزئيه دي ان انا بضغط من قدام علشان استفيد من يستفيد من الكره الثانيه الاهلي هيلعب كره طويله فياخد الكره الثانيه ممكن يبقى في ايه خطا في التمرير او خطا في التدريب في التمرير مظبوط دي الجزئيه دي اللي محتاجه ايه انه ياسر ابراهيم وايمن اشرف ها اللي بيبنوا من تحت ومحمد هاني او معالي معلول لازم يبقى في ثقه قوي وانا بطلع الكاميرا يعني محتاجه شغل تدريب ومحتاجه ثقه ومحتاجه محتاجه اسرع من كده يعني في كذا لقطه برضو ممكن فيها قلق شويه لازم اتوقع انه اي مهاجم بينتظر الفريسه بتاعته اللي هي الكره الطويله اللي هو بياخد منك اللقطه زي ما عمل قفشه مع يحيى جبران تستنى انه الكره طولت منه يعني على فكره كده. حصلت مع المباراه اللي فاتت كان في اول دقيقتين من المباراه كان في فرصه كبيره للوداد ان الكره فعلا اتقطعت اثناء بدايه الهجمه من اعتقد ياسر ابراهيم او 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 ديانج وراح والراجل سدد بس الحمد لله سدد واحد يعني. هم كانوا بادئين على اساس كان عندهم النتيجه مظبوط يخطف واحده فدي جزئيه برضه محتاجة تحسن فيها شوية يعني محتاجة ايه تحسين اكيد فيها. هو اكيد هو بيتفرج عليها واكيد بيشوفها انت في المباراة يعني ديانج و طلع لنا كده من وجهة نظرك عمرو السولية عمرو السولية لما بيكون فايق بيديك يعني عمل واحدة من الحاجات اللي بنشوفها بره اللي بخلفية هو الكرة طايرة رجعها لورا بكعب رجله وده بيعملها أكتر من مرة كان ممكن تبقى هدف ودي شاتها سددها مش عارف اعتقد قفشه او حسين شحات سددها فوق قفشه سددها كانت من عمرو السولية يعني في تحسن برضو يعني ايه ايمن اشرف تحس انه برضو بدا يهدى مساله يعني الانذارات الكتير دي محتاجه برضو دي محتاجه ايه محتاجه برضو ده شغل مدرب انك انت ياخد باله من يعني ماتشات ما تستحملش انك انت انذار والتاني خلاص ما انت لو انذار ماتش طويل هيبقى في عندك برضو مشكله. بص اجاييه لعيب مهم جدا في الاهلي رغم حالته مش حاسس كده زي ما انا احساسي انه يعني مع وجود موسيماني في اريحيه في ادائه وفي ثقه في ادائه ما كانتش موجوده حتى مع فايلر قبل كده رغم كان بيأدي كويس لكن تحس انه خلاص مبسوط بالجيم يعني اجاييه يعني بيلعب وهو مبسوط يعني هو حافظ عليه حتى للاخر يعني رغم ان هو تحس انه بيلعب وهو تعبان يعني تحس انه مرهق يعني حاجه غريبه برضه في ادائه لكن بعد لما بيفوق بيدي واحده وتمشي معاه بيبقى الوضع مختلف لكن اجاييه محتاج ايه يعني زي ما تحس انه كنت محتاج يريح في حاجه لكن لما يبقى فايق لما ياخد واحده والتانيه لو شوف في مباراه الذهاب عمل اللي هي ضربه الجزاء وعمل اكتر من كوره عرضيه بشكل مميز طبعا وجود معاه علي معلول بيبقى هما الاثنين بيشكلوا ثنائي مع بعض بتبقى جبهه مهمه جدا على فكره يعني فاعتقد برضو اجاييه برضو لا ليه دور ممكن انت تشعر في ناس تشعر بيه وتقدره وشايفاه وفي ناس ما تاخدش بالها منه لا ليه دور ولاعيب مهم جدا في تشكيله الاهلي يعني فانا عاوز اقول لك لا يعني انت مش في ناس مستواها طول يعني ناس مثلا نسيت لحسين الشحات مثلا نفس الفرصه اللي ضاعت ماشي ده كويس جدا معنويا برضو ان اللعيب يستعيد ثقته في مباراه مزبوط. زي دي ويجيب هدف زي كده في توفيق كبير جدا وذكاء وموهبه وهدوء وكل حاجه تقدر تقول تلعب عكس الجول يعني عاوز اقول لك ايه دي حاجات برضو بتدي لك دفع معنوي الفريق كله يا كابتن هاني ادى الدور اللي عليه الفريق كله كان متكامل في بعض الهفوات اكيد هتبقى في الحسبان هتبقى في حسابات ما فيش شك ما فيش حد ما بيغلطش لكن المجمل الفريق لا في شكل طب انا عايز اقول لك حاجه يعني انا شايف ان اليو ديانج انا في وجهه نظري فعلا سوبر ستار النادي الاهلي دلوقتي على المستوى في المباراه اللي فاتت وفي المباراه اللي قبليها وانا في اعتقادي ان من الواجب ان يعني ان اداره النادي الاهلي تفكر جديا لو في تمديد العقد هذا اللاعب بشكل اكبر لمدد اكبر ان يكون في عقده لازم يكون جزء منه شرط جزائي ان اللعيب دوت ما يخرجش غير بشرط جزائي كبير لان انا في اعتقادي من افضل المحترفين في وسط الملعب اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بادائه دلوقتي بيأدي اداء اكتر من رائع ف يعني شايفه ازاي وشايف حتى رؤيتك لمستقبله ازاي طبعا هو فرق الاداء البدني العالي جدا منه برافو عليك لاعب عنده 22 سنه لسه في بدايه المشوار
اكيد هيبقى في حسابات. لكن انا عاوز اقول كل الكلام بتقول حضرتك على العين وعلى راس و10 على 10 وتفكير المفروض الاداره تالي تكون فكرت فيه، انك انت ايه لو قعدوا مثلا 4 سنين جدد وتحط شرط جزائي كبير حافظ عليه. بص, بص تطوير الاداء والظهور بالشكل ده لسه محتاج منه تكمله فنيه، لانه من ابرز الحاجات المهمه جدا في لاعب نص الملعب اللي هو التسديد على المرمى. يعني انا عاوز الحته دي هو محتاج ان هو يزودها، واكيد موسيماني هيبقى عنده شكل في الحدوته دي. التسديد يعني من يعني القادم من الخلف ده بتبقى كورته اقوى واسرع، وهو عنده الاستعداد مع عمرو السوليه. ها بتبقى الموضوع يديك دفعه انك انت عندك مدفعجيه، عندك ثلاثي دلوقتي وسط ملعب عمرو السوليه وديانج. انا بقول لك ده محتاج الجزئيه دي محتاج عليها شغل يا كابتن، لانه خلاص المفروض الفرق الكبيره بتبقى زي ما احنا بنقول هي دي التفاصيل اللي بتكلم عليها، كوره ثابته، تسديده مفاجاه من خارج منطقه الجزاء، كوره نازله من عندي بتدي بتكمل. اليو ديانج، اليو ديانج محتاج يكمل الجزئيه دي، هيروح في حته تانية. يعني ايه كل لازم الكلام بقى لازم كل الكلام الناس يقول لك وهيحترف في نادي كبير. يا جماعه الكلام ده لسه، ده استنوا لسه ما اداش حاجه للاهلي، لسه يعني الراجل اداء ومحدش يقدر يختلف عليه وعمل شكل. لكن هتشوف القدره لما هتلعب قدام فرق مقفوله قافله الجيم عليك دفاعيا، هتبقى مش هتديك مساحات. هنا بقى هيبان القدره العاليه بقى للتسديد للتمرير للشغل، الضغط عليك اقوى من كده برضو. دي برضو الحاجات دي اكيد ايه هتبقى في الحسابات وفي حسابات التقييم يا كابتن. طبعا. وخلينا نتكلم كمان، يعني انتهت من دقائق قليله جدا للاسف. طبعا بيراميدز اتغلب في المباراه النهائيه، بنقول نهضه بركان الف مبروك، هارد لك طبعا لفريق بيراميدز. كنا نتمنى فريق مصري كمان يحصل ان شاء الله، غير ان شاء الله البطوله الافريقيه يكون فريق مصري كمان ان شاء الله. كنا نتمنى ان بيراميدز يحرز البطوله الكونفدراليه، لكن هارد لك وفريق نهضة بركان طبعا من الفرق المغربية اللي عندها خبرة في خاصة في الكونفدرالية، بتكسب 1-0. رؤيتك ايه وتعليق ايه على المباراة؟ طبعا او على النتيجة، يعني ما اتفرجناش على المباراة، ما اتفرجناش عليها. نهضة بركان هو كان خسر النهائي للبطولة الماضية امام نادي الزمالك بضربات الترجيح، فاعتقد انه هو نهائي كان مهم جدا. كون بيراميدز الناشئ الصاعد بقوه المتصدر في الدوري المصري، يصل لمرتبه يصارع المركز الثالث والثاني ويصل للمباراه النهائيه في اول مشاركه ليه في احد اقوى بطولات الاتحاد الافريقي، ده شيء في حد ذاته مهم جدا. ان فريق لسه تم التكوين معاه، عمل اداء بامانه شديده، يعني ضم افضل من العناصر الموجوده، فريق متميز لا احد يختلف عليه، بيأدي كوره مميزه جدا. خسارته للبطوله وفي المغرب دي ما تقللش منه، كان يعني كل عندنا طموح انه يبقى البطل برضه في الكونفدراليه مصري، وان ان شاء الله المباراه النهائيه تبقى دوري الابطال بين الاهلي والزمالك باذن الله تعالى. فدي ده كل يدل على انه قرار عوده مسابقه الدوري لو ما كانش تم اتخاذ القرار ده وتم الاصرار عليه، ما كانش الفرق الثلاثه وصلت للمستوى والاداء الفني العالي انك يوصلك فرقتين للنهائي مثلا، وفرق وثلاث فرق للنهائيات بهذه الصوره. بيراميدز من الفرق اللي هيكون ليها مستقبل. طب النتيجه دي يا استاذ محمود ما تاثرش عليه دلوقتي، حتى المركز الثاني ما تحددش بشكل رسمي، لسه عندهم مباراه يعني اعتقد مع المقاولين والزمالك هيلعب الاسماعيلي لتحديد المركز الثاني بشكل رسمي. تفتكر ده النتيجه دي تاثر عليه وتاثر كمان على الاداره الفنيه للمدرب الصربي؟ هي ممكن تقول ان ممكن يكون في تغيير فني؟ اكيد هم في تفكير كلام انه في تغيير، يعني في اكيد في يعني الكلام اللي بيتم تسريبه انه في اتجاه للتعاقد مع مدرب جديد لقياده الفريق في الموسم كمان بعد الصفقات اللي تم التعاقد معها والطموح نحو احراز يعني مسابقه الدوري. اعتقد كانت هي البطوله هي كان الهدف الاساسي. البطوله دي كانت اقرب حاجه هتبقى يعني بعد كده. خلي بالك الحسابات بعد كده هتبقى ايه؟ يبقى في حسابات لفرقه بيراميدز لما ايه؟ لو خدت المركز الثاني. انا شايف المركز الثاني خلاص نادي الزمالك، يعني ما يعني الاقرب بشكل كبير طبعا. هو الموضوع في ايد نادي الزمالك، يعني لا نادي الزمالك هياخد المركز الثاني والموضوع مختلف تماما. يعني رغم يعني ما تنساش انه برضه فتره توقف، والاسماعيلي برضه يعني المسائل يعني المنافسه في لسه يمكن الكاس مستمر الوضع بالنسبه له ايه، لكن عاوز اقول لك لا الزمالك اقرب للحصول على المركز الثاني. طبعا ده هياثر
خلي بالك هيأثر حتى على المدير الفني واستمراره، مع رغم انه بامانه عامل نتائج كويسه جدا، في شغل كويس جدا، فرقه بتلعب كره سريعه مميزه، في عناصر تستحق كمان الانضمام للمنتخب أكيد. لكن لا الخساره طبعا كانت مفاجاه، لانه برضه نادي بركان يعني رغم انه نافس على الدوري المغربي حتى اللحظات الاخيره، وكان بامكانه يقلب المسابقه لو كان فاز في اخر مباراه، كان ممكن الثلاث فرق يتساووا مع بعض يبقى الوضع مختلف. لكن دي يعني اعمل اعتبرها زي ايه، الوداد الرجاء والوداد ونادي بركان، الاهلي الزمالك بيراميدز، نفس المنظومه. بقول هارد لك لفريق بيراميدز، بقول ما حصلش انه اي فريق يعني مصري شارك مثلا في بطوله افريقيا فخدها من اول مره، يعني من اول مرة بطوله يعني اول كونفدراليه على المستوى الافريقي، محتاج يعني برضه خبرات اكيد. بطوله يعني كانت عاتيه على الانديه المصريه، استطاع الاهلي انه يروضها في 2014 بزبط. ثم الزمالك فاز بيها في الموسم الماضي، لكن اعتقد انه بيراميدز ادى اداء كويس جدا. هي دي الكوره، قلنا المباريات النهائيه بتبقى الاستفاده من كوره واحده، من تفصيله واحده بتنهي المباراه، بيبقى الوضع مختلف. عشان كده اي بطل او اي فريق بيبقى عارف انه الفرصه ما بتتكررش. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، يعني سعدنا بلقائك جدا، وانا بايدك طبعا المباراه النهائيه ان شاء الله ليها حسابات خاصه النادي الاهلي بحساباته وبخبراته وبلاعيبته وجهازه الفني، وان شاء الله بجماهيره، وان شاء الله حسابات تكون في صالحنا ان شاء الله يوم 6 نوفمبر. بنشكرك شكرا جزيلا، ونحتفل بقى مع بعض ان شاء الله يوم 7 بالبطوله والكاس تكون موجود معانا. استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير، شكرا جزيلا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن محمود صالح. برحب بحضراتكم من جديد والبيت الكبير. رجعنا بعد الفاصل مع واحد من ابرز نجوم النادي الاهلي الكبار المخضرمين، اللي الحقيقه يعني احنا بنستفاد منه على المستوى الحقيقه، يعني هنا لاننا استضفناه قبل كده، الكابتن الكبير كابتن محمود صالح مشرفنا. وطبعا لا يعني مش هتفوت الفرصه دي، وحضرتك اكيد يعني المفروض مشرفنا ونعرف اراء كتير من حضرتك ونستفيد منها كمان. اهلا بيك كابتن. وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن، اخبارك ايه؟ تمام الحمد. اقول لك نص مبروك، المبروك الكبير ان شاء الله في يوم 6 ان شاء الله باذن الله يا رب. لا بنقول لك طبعا مبروك طبعا، واكيد زي ما سام بتقول لحضرتك خبرات كبيره جدا جدا، ومريت بظروف ومباريات كبيرة وخبرات كبيرة، وحابب برضو أعرف من حضرتك رؤيتك الفنية للمباراة، ومين أفضل العناصر يمكن من وجهة نظرك، أو من يعني النقاط اللي أنت شايف أن موسيماني أداها بشكل مميز. لا هو طبعا ما فيش شك، هو هو توليه المسؤولية أعتقد كان يعني مش أعتقد دي حقيقة طبعا، كان اختيار موفق الحقيقة. هو طبعا اسم كبير في بلده على مستوى الانديه والمنتخب، خبرته كبيره في المجال الافريقي والكره الافريقيه. يعني انا احساسي واكيد الاحساس ده وصل لحضرتك، الثقه يعني توفرت او تمت بشكل سريع جدا. سريع جدا مظبوط. انت عارف طبعا جهاز فني ومدير فني جديد محتاج وقت، تاخد وقت صح. اللاعب بيبقى حاسس ان هو في اختبار حتى لو اساسي، هيبقى وجهه نظره ايه؟ هيقيمني ازاي؟ لا انا شايف يعني الحمد لله واختيار موفق، اختيار موفق نسبا او نسبه او وفقا لخبراته مع افريقيا والوداد تحديدا، ولا علشان النتائج الكبيره اللي حققها في وقت قصير هي ديت اللي حددت ان اختياره موفق في هذا التوقيت؟ هو طبعا ممكن الاختيار يجي يبقى يكون موفق كبدايه. انا اي اختيار من وجهه نظر حضرتك، اي اختيار ممكن يبقى يعني نيجي نحسبها في ساعه حدوث الاختيار، يعني نقول ده اختيار جيد وموفق وتيجي يعني ممكن تبقى في بتلك حاجات تؤثر على نتائج الفريق على اداء الفريق. توفيق برضه بيخش معانا طبعا طبعا. انما الحمد لله الاختيار موفق وحصل نتائج كويسه وتوفيق كويس الحقيقه، واداء يعني نتائج اعتقد ما اتحققتش قبل كده على مستوى البطولات الافريقيه، فوز بشكل كويس في خارج ملعبك وفي ملعبنا وتفوق بشكل كبير وواضح، وده طبعا بيدينا اطمئنان ان شاء الله، وبيدينا امل كبير في الحصول على البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده زي ما حضرتك قلت يمكن كنا حتى بنتكلم في الارقام القياسيه اللي حققها الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واحنا تقريبا من موسم 2004 2005 من 15 سنه ما فيش فريق حقق الانجاز دوت، انه فاز او جاب الفوز رايح جاي غير الاهلي في 2004
والنهارده 2020 21، فالنهارده ده انجاز تاريخي بالارقام يحسب للنادي الاهلي من طبعا. 15 سنه وعلى طبعا. فكره من 15 سنه كان الاهلي برده والزمالك كان رايح جاي برده، وكان الاهلي هو اللي محقق الرقم تمام. ده اه هو يعني ما فيش شك يعني النتائج والاداء زي ما قلنا طبعا ادونا امل كبير، بس طبعا البطوله ليها حسابات اخرى ولازم يكون نفس التركيز ونفس الاهميه ونفس الروح ونفس الاصرار. حاطين هدف قدامنا الحصول على البطوله، يمكن ليا اصدقاء يمكن حتى يمكن كنت متخوف اقول لهم مبروك، انا يعني عايز يعني بقاش في نوع من خلاص ان احنا في ارتخاء شويه او انت عارف حضرتك بعد النتائج الجيده وحضرتك ممكن يحصل نوع من الاهمال شويه فتره تاثر علينا في الفتره اللي بعدها. لا يعني بعتقد ده ودي الحمد لله مش موجوده عندنا، دايما النادي الاهلي بيسعى للبطوله ودايما الهدف دوت بيبقى هدف من الجهاز الفني، لا من اللاعبين، مجلس الاداره، من الجماهير، ففي توحد كلنا على الحصول على البطوله والهدف دايما بيبقى واحد. قد يكون يمكن اللعيبه ما عندهاش طموح بتاع في نادي معين بيوصل لفاينل او قرب انه يحصل على بطوله، لو الحاجات دي مش متوفره بشكل جماعي عند كل العناصر اللي بتكون الفريق والمسؤولين على الفريق سواء مجلس اداره او جهاز فني، اللاعبين، طموح اللاعبين، فالحمد لله دايما النادي الاهلي دي بتبقى متوفره، واعتقد دي متوفره من زمان يا كابتن. يمكن من 15 سنه زي ما احنا قلنا من موسم 2004 2005 للسنه دي، يمكن الاهلي ما فيش فريق فاز غير الاهلي ذهابا وايابا رايح جاي غيره السنه دي، بيحقق الاهلي الرقم القياسي ده كابتن محمود. يمكن شكل اللعيبه اتغير، الاداء اتغير، اجهزه راحت، اجهزه جت، لكن يبقى الانجاز واحد، يبقى الاسم واحد، يبقى تحقيق الهدف واحد. اكيد طبعا. وما فيش شك الحقيقه في بعض العناصر يمكن في الفتره الاخيره دي يمكن زاد مستواه بشكل ملحوظ، يعني إليو ديانج، سولية، ياسر ابراهيم، الحقيقه معظم اللاعبين اجاي، كل اللعيبه الحقيقه، مروان محسن، فدي حاجه كويسه يعني حضرتك بتتكلم المستوى الفني لبعض اللاعبين يعني في الفتره اللي فاتت بعد رحيل بايلر او مع فترات بايلر ما كانش ليهم تاثير، دلوقتي التاثير واضح لا ولا حتى كان مع بايلر في بس قبل الكورونا يعني ممكن الكورونا. ممكن الفترات يعني بتاع الكورونا اثرت يعني بشكل الاداء الفرق بتحسن بشكل تدريجي لان فتره القف طويله شهور كتيره فيمكن ديت اخذت وقت شويه عشان كل يستعيد مستواه، انما انا يعني بعتقد ان احنا من حظنا برضو وحظ الفرقه اما توصل يا كابتن للتوب فورم افضل مستوى ليك قبل البطوله النهائيه في حاجه كويسه، ودي تطمنا بشكل كبير ان فعلا اللعيبه زي ما كانش كلها اغلبهم معظمهم واصلين للتوب فورم على الحلقه. مين اكتر واحد وصل للتوب فورم او استعاد تالقه بشكل كبير من ساعه ما وصل موسيماني؟ شايف مين الابرز من اللعيبه؟ انا شايف ياسر ابراهيم وشايف إليو ديانج برضه. إليو ديانج وياسر ابراهيم طبعا مروان محسن برضه يمكن هي لا كان عامل نفسي بس هو ساعات ثقته في نفسه دي كانت حاجه كويسه. قفشه وقفش طبعا ما فيش شك برضه طبعا مستواه زاد بشكل كبير جدا وتاثيره مع الفريق بادائه الحقيقه برضه اثر بشكل كبير. طيب حضرتك اتكلمت على ياسر ابراهيم وكان في فترات مش بعيده نقدر نقول كان بعض القلق من جماهير النادي الاهلي على خط دفاع النادي الاهلي، وكان في شويه قلق من الاصابات وخاصه انت عارف الاصابات كانت كتيره قوي في المركزين دول. شايف اداء خط النادي الاهلي وحضرتك طبعا مدافع عظيم وعندك تجارب كبيره جدا وخاصه في قلب الدفاع، شايف خط ظهر النادي الاهلي ازاي وخاصه السردباكين يعني؟ لا الاداء اتحسن بشكل كبير الحقيقه، بس كان في دفاع طبعا كان في مشاكل انا شايفها برضو. بص يا كابتن هو طبعا في مشاكل بتبقى يعني تصحيحها بتبقى مشكله عند المدير الفني وعند المدرب، وفي اخطاء بتبقى ممكن ناجعه عن تكتيك ان هو التحرك التمركز حاجات سهله علاجها فانا شايف الحاجات اللي هي كان مؤثره بشكل كبير في اداء النادي الاهلي وكانت في نفس الوقت كان سهل علاجها في التمركز مش عارف الوضع جسمك التشريحي مقابله المدافع الالتحام مع ايه المسافه بينك وبينه قد ايه غير ده اعتقد كمان غير ده كابتن اجاده خط الوسط المدافع وديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي
ده بيتساعد كمان بشكل كبير على طبعاً. ان ما فيش حاجه بتروح. احنا كنا سردباكات دايما نقول للناس اللي قدامنا خلي بالكم انتوا انتوا حائط الصد الاول طبعاً. يعني طبعا طبعا هو ده منظومه يعني بتحصل لكل اللاعبين الحقيقه. واعتقد في تحسن كبير واضح. طبعا كابتن كابتن محمود حضرتك ذكرت ان في يمكن اخطاء ممكن مع الوقت يتم فعلا علاجها او تصحيح وضعها، لكن النهارده حتى خط الدفاع كان بيعاني من يعني مشكلات او ازمات خارجه عن ارادته. الاصابات الغيابات كانت في خط الدفاع تحديدا بشكل كبير، ويمكن ده اللي اثر على يمكن فرقتنا شوية، لكن ما أثرش على مستوى النتائج. يعني بدليل أن احنا النهاردة يوم السبت هنلعب مع طلائع الجيش والمنافسة المحلية محسومة أو حسمت يعني. فأنت النهاردة كان عندك مشاكل بس كانت كلها خارجة عن إرادتك تقريبا يعني. هو طبعا المفروض يعني الفرق الكبيره حتى لو في غيابات اعتقد المفروض البدلاء دول يكون في مستوى متقارب، دايما يبقى في تنافس. يعني حتى ما بنيجي نعمل الفرق الكبيره بتيجي تكون فرقه وعندها مشاكل في بعض المراكز بتجيب عناصر بتبقى قريبه من الرجل الاساسي في المركز ده، عشان التنافس ده هو العنصر الاساسي بيرفع المستوى. الاثنين لو في مثلا اثنين في مركز باك رايت مثلا قرب المستوى بينهم من بعض الحقيقه بيرفع من مستوى التنافس وبيخليهم دايما في حاله جيده. في حاله غياب حد اساسي اذا كان هو محسوب اساسي في هذه الفتره والبديل بيجي ليه دور مثلا بيشترك بيأدي تقريبا بنفس المستوى او مستوى متقارب، فدي الحمد لله انا بعتقد يمكن احنا وصلنا لها. المراكز تقريبا متغطيه بمدلاء جيدين الحقيقه، فيعني حتى لو في حد غاب من الناس الاساسيين بعتقد مش هيبقى في مشكله. خاصه حضرتك بتتكلم على الاثنين، وانا يعني اثنين لازم يكون فيهم التفاهم واضح. حضرتك لعبت في مركز السرد باك، شايف لغه التفاهم والاداء الجيد بالنسبه لايمن اشرف وياسر ابراهيم وصلوا لمرحله التجانس الكامل ان هم ما عندهمش خلاص تمام. مشكله اللي كانوا بيعانوا منها يمكن في الاوائل شويه تمام بس هي المشكله برضه يا كابتن الاستمراريه، يعني الاستمراريه في هذا الاداء مزبوط. الجيد مظبوط يعني انت مش هتأدي طبعا لو بتلعب 10 مباريات متتاليه مش هتقضيهم بشكل ممتاز، بس على الاقل يعني نسبه ادائك 80 90% بتبقى بشكل جيد، ودي دي بترجع بقى للاعب سواء يحافظ على نفسه في التدريب وداخل الملعب وخارج الملعب، كل لاعب عارف ايه اللي هو ايه اللي هيوصله لافضل حاله ليه. فمهم جدا التركيز ومهم الاهتمام، وهدفك حطه قدام عينيك انك تلعب اذا كان انت بتوصل حتى على المستوى المحلي، هدفك بعد كده تلعب على المستوى الدولي وكل الدور في المنتخب مصر. طبعا طبعا الطموح هو طبعا بيجي بالتدرج، ولازم دايما انت بتسعى تحقق اللي انت ما حققتهوش يعني هاي. ودايما اللعيب اللي بيستمر فترات طويله دايما هو بيدي نفسه دايما درجه اقل من مستوى، يعني هو اللي بيدي 8 من 10 هو بينه، يعني بيجي يقيم نفسه تقييم ذاتي يدي نفسه مثلا 6 من 10 5 من 10 عشان دايما يحافظ على المستوى ده. دايما اللعيب الكويس اللي هو اداؤه قد لو في ثناء عليه من الجهاز الفني او من الجماهير، يا كابتن هاني انت عملت ماتش كويس، وانت اكيد مريت بالتجربه دي طبعا سواء هنا او في الاحتراف، انت مع نفسك ممكن حد يقول لك انت كويس بس انت مش مقتنع، انت احساسك عندي افضل دايما عندي 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 احساس ان انا لازم ادي افضل ولازم تمريني يبقى اكتر بالظبط، وطموحك اعلى من كده وانا مش عاجبني ادائي كده. لازم اللعيب وفي لعيب يبدي دايما يدي نفسه درجه اعلى من الاداء اللي هو ادى بيه، وده ما اعتقدش انه هيستمر. فدي نقطه مهمه جدا، كل اللعيبه الكبار اللي كملوا سنين طويله باداء بشكل جيد على المستوى المحلي والدولي في فرقهم الحقيقه هو كان بيبقى يعني شخصيته كده دايما يدي لنفسه درجه اقل عشان دايما يسعى ان هو يكون في افضل حاله. من الملاحظ من وقت يعني قدوم موسيماني انه بيحافظ على ثبات التشكيل، تفتكر في طلائع الجيش ممكن يثبت التشكيل اللي هيلعب بيه ونعتبرها برضو بروفه كبيره للي هيحصل يوم الفاينل، ولا يعني بيفضل موسيماني في التوقيت ده انه يعني يخبي اوراقه ما تطلعش؟ هو طبعا احنا مرينا بالظروف الاستثنائيه السنه دي في على مستوى المحلي المستوى الافريقي. لا ما اعتقدش هو هيبص يعني بشكل جماعي، يعني يحط حل جماعي، انا اركز على اللعيبه الاساسيين ولا اريح الاساسيين. اعتقد كل مركز وله ظروفه، يعني في لعيبه دلوقتي بتادي بشكل اساسي ممكن تكون كانت بعيده عن الاشتراك في المباريات، لا اديها عشان احافظ على المستوى على ادائه. في لعيب ممكن ادى بشكل كويس وادى موسم
كبير واشتراكه نسبه اشتراكه كانت كبيره جدا، لا انا اجي في طلع الجيش ادي له يعني اريحه اريحه اريحه. على سبيل المثال ممكن يدي مثلا اليو ديانج مثلا علي لطفي مثلا، ولا انت بتقول حراسه المرمى لازم يكون الشناوي؟ لا لا مش يعني شرط. ممكن يدي علي لطفي المباراه ويبقى الشناوي مريحه، ولا انت برضه انت اشتغلت انت مدير فني كبير. حسابات الحسابات النهائي بتبقى مختلفه، وخاصه مباراه نهائيه نوك اوت يعني، حتى ما فيش ذهاب واياب. فالتحضير للمباراه النهائيه تفتكر ان ممكن موسيماني في بعض المراكز زي ما انت بتقول يا كابتن يقول لك كل مركز ليه حل خاص، ليه حاله خاصه. اللعيب دوت مجهد راجع من اصابه لا قدر الله، في اجهاد مظبوط، فيبقى يحط البديل، بس كل تفكيره وكل تخطيطه هي المباراه النهائيه ما فيش شك. طبيعي. بس انا بقول يعني ايه، في احيان بتيجي ظروف يقول لك ايه، لا نريح اللعيبه الاساسيين ونلعب مثلا بمجموعه 7-8 من البدلاء. اعتقد هو مش هيفكر كده، هو هيفكر زي ما هياخد كل حاله لوحدها. يعني حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا، الموضوع اللي هو الشناوي مثلا، محمد الشناوي، لا انا شايف يلعب بيأدي يلعب في طلع الجيش. لا الحارس ما يبعدش، انا يعني دي نقطه يمكن الكابتن عارف. يعني في بعض المدربين بتقول لك الحارس ما يعني ما يخرجش من تحت الثلاث خشبات، عشان ده مركز حساس في استمرار في استمراريه. يعني ممكن ينزل علي لطفي، يعني ممكن الشناوي مثلا يشتغل 45 دقيقه ويدي علي لطفي يعني 45 دقيقه يعني، ولا ممكن يعني. بس انا شايف احتمالاتنا احنا، يعني احنا بنفكر بصوت عالي يعني. ما انت بقى اللي بيخليك تاخد، يعني انا بقول رايي باحساسي يعني. هو كمان محمود رايه انه يلعب الشوطين، يلعب يعني المباراه كامله. كامله. انما اليو ديانج لازم يريح، برافو عليك، عشان مجهود البدني عمل مجهود كبير قوي، واعتقد غيابه عن المباراه مش هيأثر. انما الحارس المرمى ويدخل حمدي فتحي بقى ياخد كمان، طبعا عشان يجهزه ممكن يحتاجوا لاي ظروف، حتى لو بديل يبقى. بس هي اللي تعرف حراسه المرمى محتاجه عامل نفسي اكتر، يعني استعداد نفسي اكتر، استعداد نفسي اكتر. فما بعدوش لا خليه يعني. لو مباراه مش نهائيه ممكن، فاهم وجهه نظرك. لكن دي مباراه نهائيه ومحتاج ان هو يعني يثبت الثقه فيه، وهو كمان عشان هو ياخد ثقه اكتر والبوزيشن، ويبقى اختبار كويس يعني. بالظبط. عارف لو في مباراه محليه بعدها ممكن اريح خالص شناوي ويبدا ديت يعني. تمام ماشي. لا انا كنت عايزه اسال حضرتك، ازاي هو ممكن يستفيد ايا كان بالتشكيل اللي راح يلعب بيه موسيماني، ممكن ازاي يستفيد من مباراه طلائع الجيش للمباراه المهمه يوم 6 نوفمبر؟ قد يكون هو في تفكيره في التشكيل، ما طبعا هو بيدرس الفرق المنافس أكيد. وعلى هذا الاساس في احتماليه ان هو يكون في تغيير في التشكيل عن مباراتين بتوع الوداد دول. احتمال، الله، طبعا مش عارفين تفكيره. لو هو شايف كده يبقى لازم اللعيبه يلعب المباراه اللي جايه وركز عليه. احنا مش يعني مش هنقدر نعرف كل تفكيره او كل اللي في دماغه بالظبط. اكيد يا كابتن يعني. بس ممكن يعني احنا لو فكرنا بصوت عالي ممكن يقول لك على سبيل المثال مثلا قفشه برضو من الناس اللي عملت مجهود كبير جدا، فممكن لازم يريح الماتش الجاي، يريح مثلا ويبقى وليد سليمان بديل، ولا يعني ما هو احنا بنفكر بصوت عالي ممكن يكون وليد سليمان، عشان برضو وليد شارك في جزء صغير من المباراه، فندي وليد مثلا من الاول نديله 60 دقيقة، وبعدين ممكن قفشه يلعب في الآخر، أحمد الشيخ موجود، كهربا مثلا على سبيل المثال، يا ترى هيدفع كهربا مكان أجايه، لأن أجايه عمل برضه مجهود كبير، يعني برضه تمام. بص يا كابتن، حتى لو هنحلل لو احنا هو ليه رؤية مين اللي هيبدأ بيه، يعني هو أفضل تشكيل عنده تمام؟ يعني ممكن لاعب يستبعده خالص، يريحه خالص وارد. هي عايزة تحليل فني كويس، تحليل فني لاداء اللعيب وحالته و وفي نفس الوقت لازم يفكر في المنافس اللي قصاده، غالبا هيكون الزمالك. المباراه النهائيه، المباراه النهائيه مش مباراه الدوري، هي مباراه الدوري احنا متفقين انها تبقى اعداد للمباراه النهائيه. في لاعب ممكن في تفكيره احيانا، انت عارف حضرتك ممكن ظروف المباراه بتخليك تغير مظبوط، واحيانا المدرب بياخد قرار، لا انا مثلا قفشه مجهد شويه انا هديله نص ساعه مهما كان ظروف المباراه، مظبوط، قرار مسبقا يعني. مهما كان ظروف المباراه، بس دي بتيجي في الظروف اللي زي ديت، يعني انت مش في احتياج للمباراه وبتعد المباراه ما بعدها. ده حاجه، دي حاله كويسه احنا وصلنا لها يعني. طبعا. طبعا. زي مثلا يعني حاجه في ذهني برضو،
الاداء الفوز الخارجي ده برضو خلاك تلعب بشكل كويس، انك تهتم بالجانب الدفاعي وتعمل زون ديفنس، لان هيبقى في مساحات وانت عارف ان هيبقى شكل الاداء بتاعنا كلها هجمات مرتده. يعني شكل الاداء وشكل الخططي واضح ايه اللي هيتم عشان دي مباراه العوده. يعني اختلف الاداء ده عن وجود فايلر؟ اختلف الاداء ده في عهد موسيماني دلوقتي عن فايلر؟ هو طبعا في جزء، في فتره كده فيه حصل هبوط في مستوى الاداء في بالنسبه للاعبي بعد العوده، يمكن حصل فيه هبوط وده وضع طبيعي بعد كورونا يعني. بعد التوقف الطويل ده بالظبط، وده كان وضع طبيعي. انما انا شايف الحاله النفسيه والله اعلم برضه هو في ارتياح للعيبه للموسيماني. انت بتحسها يا كابتن، وانت بتحسها من خلال انت كنت لعيب وعارف اداؤه في الملعب عامل ازاي، ثقته في نفسه بالزبط. تعامل مع اللعيبه بعد المباراه كانه بقاله فتره طويله موجود معاهم، في احساس. انت ممكن حتى يعني لو حد قال لك انت، طب انت بتحق انت ايش عرفك انا؟ الاحساس ده هو بيجي كده بالزبط. انا ما اعرفش اشرحه. بالظبط، ما اعرفش اشرح هو الاحساس ده جالي ليه. انا حاسس ان مثلا الكابتن هاني مبسوط، حضرتك مبسوطه. يعني هو احساس واصل لحتى بيوصل احساس صائب عموما يعني يا كابتن. لا مع الخبرات مع الاحساس لعيبه الكوره بتحسها اكتر مع الخبرات. طبعا واللي مر بنفس التجارب بالزبط. ونفس الظروف في نادي كبير، احنا النادي الاهلي كنا زي اللعيبه ديت، بتحس يعني هيوصل لك الاحساس ده. الاحساس ده وصل من خلال، انا في اعتقادي الشخصي اداء الاثنين السدباكين مختلف شويه طبعا. انا شايفه في اداء مروان، شايفه بالاكتر اداء قفشه، شايفه كمان ودي هتكلم مع حضرتك فيها، شخصية المدرب اللي هو على الخطوط، شخصية المدرب خارج الخطوط. في مدرب بيبقى واقف ساكت، وده كانت يمكن أواخر فايلر شوية، كان فيه هدوء واضح جدا رغم الأداء كان سيء، لكن مفيش تعليمات مباشرة. شايف شخصية موسيماني تحلله ازاي على الخط كمدير فني واقف على الخط؟ هو ليه عدة عوامل طبعا، أهم حاجة موضوع الثقة المتبادلة بين اللاعبين وبين الجهاز الفني او المدير الفني بشكل خاص. دي اكيد يعني زي ما قلنا في بدايه حديثنا ان هي تمت بشكل سريع جدا جدا، ودي لعده اعتبارات، منها هو الراجل هو اللي سهل المهمه يا كابتن محمود. طبعا يعني هو اللي بس هو كان اعتقد يعني حلم كبير بالنسبه له ان هو حققه، عشان كده سهل المهمه بالنسبه له، الاحساس ان هو يدرب النادي الاهلي ده حلم كبير ان هو يحققه. ده اداله ثقه كويسه في نفسه، وزي ما قلنا برضو في خلال حديثنا ان هو اسمه وتاريخه مع بلده ومع المنتخب، اعتقد دي بتدي ثقه متبادله. مظبوط. اسلوب التعامل ممكن في فتره صغيره اسلوب التعامل يكون برضو له تاثير كبير الحقيقه. يعني الحمد لله كل شيء ده اجتمع، كل اللي احنا التاثيرات الايجابيه كانت موجوده بين اللعيبه وبعضها وبين اللعيبه والجهاز الفني، وده من حظنا الحمد لله. نتمنى اهم حاجه بقى الروح وشكل الاداء دوت والمستوى العالي اللي بنلعب بيه. احنا الفرقه اللي عايزه تاخد بطولات على الاقل، عايزه على الاقل لو 11 لعيب يبقى في 8 9 في قمه ممكن طبيعي، صعب ال 11 يبقوا في التوب فورم يعني، انما ما بقاش العكس، ما بقاش 2 لعيبه 3 لعيبه في افضل حالاتهم وفي 8 لعيبه خارج حالاتهم. دي فرقه ما تحققش بطولات. نتمنى دي. احنا طبعا احنا فعلا واصلين للدرجه ديت ان احنا الحمد لله خلال الماتشين اللي فاتوا عندنا اكبر عدد من اللعيبه مستوى هايل. ذكرنا كذا اسم يعني. عايز الرجاء ولا الزمالك؟ لا الرجاء اسهل طبعا، بس صعب. صعب بعد هزيمته يعني. بس هو الرجاء كمستوى يمكن افضل، انا شايفه افضل من الوداد على المستوى الفني. المستوى الفني والاداء يعني، بس طبعا وصوله النهائي بقى صعب يعني. لا الرجاء هيكون اسهل طبعا، ما فيش شك. التوتر والقلق والحاجات دي، الضغوط اللي هتبقى اقل على لعيبه النادي الاهلي. اسهل من ناحيه انا شايف ان النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي مرعب بصراحه. يمكن يعني ممكن كنت اوافقك الراي شويه في اواخر او اواخر فايلر والاداء ما كانش كويس وبعض المشاكل، لكن في اعتقادي الشخصي بعد يعني اللي بيقول اللي بيخليني اقول الكلام ده اداء الماتشين اللي فاتوا بجانب ادائنا في الدوري مع موسيماني. لا اعتقد النادي الاهلي ما هو اللي خوف، هو يخوف اي حد بصراحه. كلام حضرتك، انا مخرج النادي الاهلي. احنا حاصرين لا انا بقول لك التقييم من التقييم التقييم بين الرجاء وبين اللي انت حضرتك بتقوله ده طبعا كله تمام الحمد لله. بس انا لما حضرتك ما قلت لي السؤال انا بفكر في الرجاء والزمالك ايهما هيكون اسهل. طب ازاي الجهاز الفني للاهلي يفكر انه يجهز اللعيبه للمباراه النهائيه؟ هو طبعا من خلال التدريب ما فيش شك، من خلال المباراه اللي اتكلمنا عليها مباراه الحرس.
في اداب احنا لسه مش عارفين الوجه مين يعني. ما في اداب برضو بيبقى خارج الملعب، محاضرات بيوريهم فيديوهات، في اخطاء، في حاجات عايز يعدل فيها، وده بيتم بشكل كابتن هاني طبعا عارف بيتم بشكل فردي وشكل جماعي. انا عندي مشاكل فرديه قد يكون صعب اتكلم فيها مع اللاعب قدام زملاته، لا باخده وبشرح له كذا واوريه الفيديو. في وسائل كتيره، واعتقد دي يعني الحمد لله مش احنا ما عندناش مشاكل كتير بالزبط. اعتقد فما يكون عندك مشاكل قليله فالتركيز في تصليح الاخطاء هيبقى في تركيز وهيبقى مؤثر. صحيح. انما لو مشاكل كتيره عندك هيبقى صعب احل ايه ولا ايه، يعني حاجات نفسيه، حاجات في في المستوى، في الاداء الجماعي، مشاكل في الدفاع، مشاكل في الجانب الهجومي، هتبقى الدنيا صعبه. انما احنا الحمد لله مش مشتتين. مش مشتتين، برافو عليك، هو التعبير ده كويس. ان تصليح الاخطاء فيه حاجات بسيطه تعديلها هيبقى سهل، ودي بتخلي اللعيبه اكتر تركيزا واكتر ثقه في نفسه. انا كل ما يعني اللعيبه عنده اخطاء كبيره وتكلميه على اخطاء كتيره ممكن تاثر نفسيا عليه. كنت بتساعده زي كابتن المباراه النهائيه، اكيد عدى حضرتك مباريات نهائي كتير جدا، كنت بتحض او الفرقه او حتى على على المستوى الشخصي الكابتن محمود صالح. وحضرتك كنت لعيب كبير وكنت في بوزيشن مؤثر جدا، كنت بتستعد ازاي للمباريات النهائي على المستوى التدريب، على المستوى الذهني بتفكر ازاي؟ هو انت بتحاول بقدر الامكان تحافظ على مستواك وتأدي بشكل في التدريبات تركيز كويس جدا، سلوكك خارج الملعب برضو لازم يكون متوافق انك راجل رياضي وتحافظ على نفسك، ودي طبعا تحط تحتها لا تقل اهميه عن وجودك في انت في الملعب. طبيعي. تتمرن ساعتين وعندك 22 ساعه في اليوم خارج الملعب. أكيد. فهي لا تقل اهميه عن الساعتين بتوع بتبقى متواجد بشكل اساسي، عايز تحافظ على لازم التنافس شريف بينك وبين زمايلك، عايز تبقى انت الاساسي وانت اللي تلعب وانت اللي تادي، ودايما حالتك فورمتك الرياضيه دي بتديك ثقه كويسه، بتقابل الخصم اذا كان انت عارفه او شفت من خلال الفيديو او في يعني بتعيش الماتش يعني من بدري طبعا يعني. طبعا طبعا، وتفكيرك انت طول الوقت بتفكر، واذا كان تتخيل المباراه بالظبط. برافو عليك. برافو. في مواقف معينه انت اخطات فيها تحاول تعيدها في ذهنك، اعتقد الفيدباك يعني التغذيه الرجعيه عشان يبقى رد فعلك سريع في المباراه، ما يبقاش متوتر، وفي الثقه بتخليك والتركيز زي انت الحاجه بقى انت مثلا بتباصي بشكل كويس مع التدريب وتتحسن، بتبقى العمليه شغاله بشكل اليه بالظبط، يعني ما بتاخدش وقت بالتفكير، على طول تلاقي رد فعلك سريع. كل دي حاجات طبعا مع تركيزك مع التعليمات اللي بتتقال لك، حتى اللي بتتقال ممكن مثلا هاني معانا وممكن هو في مركز غير مركز، برضو احنا بنتبادل الاراء مع بعض. دي نقطه مهمه، وكان دايما انا فاكر حتى لما بدانا كوره وكان موجود بقى كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرمه وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده والنجوم كلها الحقيقه، كان دايما يقعدوا معانا بعد المحاضره ويقعدوا ايه راينا والفرقه كذا ولازم نخلي بقى دي كان ليها تاثير كبير سواء في مجموعات او التيم ككل. كنت اسماء ذهبيه يا كابتن محمود. والله العظيم. ومعانا برضو واحد كده اسمه من ذهب، اسمه وليد صلاح الدين. على التليفون. ازيك يا كابتن والف الف مبروك. كابتن وليد. ايه؟ الو؟ ممكن حضرتك تتحرك شويه عشان الشبكه. لا تتحرك لا كتير. ده انت تقفل وكلمنا تاني. هيكلمنا تاني اكيد. كابتن وليد مش هيدخل لنا كمان شويه. طيب. وليد مره بعد فيديو كده عن على الجروب بتاع فرقه الشمس بتاعتنا. ايه اللعيب ده؟ انا ما كنتش بتفرج عليه ولا ايه؟ غير عادي. وليد. طب مهاريا. احنا على الهواء؟ احنا على الهواء. على الهواء طبعا. فده حضرتك كنت انا فوجئت. انا كاني ما اتفرجتش عليه قبل كده، غير عادي. لا غير من اللعيبه المهاريين غير عادي حقيقي. سرعه ومراوغه برجل يمين ورجل الشمال، حاجه غير طبيعيه. ده حقيقي. كنا انا جات لي فتره بعد ما بطلت، فكنا بنتمرن بقى شغالين في التدريب، فدايما الاوقات ما كانش بقى في الماتشات اللي بالليل دي كانت قليله قوي، فكان دايما ميعاد المباريات ولا في ماتشات بتتعاد ولا حاجه، فمشاهدتك ومتابعتك للدوري واللعيبه بتاعت النادي كانت محدوده شويه. محدوده بالظبط. انا فوجئت بالفيديو ده لكابتن وليد. هو سامعك غير عادي. غير عادي. سامعك. طب قول له الو يا كابتن محمود. الو يا كابتن وليد. حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن، كل سنه وانت طيب. انت ما اعرفش سمعت ولا سمعت الكلمتين دول؟
بحكي لهم كنت بعت انت فيديو على الجروب بتاع فرقه الشمس. يا كابتن الخط قطع قولهم تاني. سامعني؟ بيقول لحضرتك قولهم تاني. قولهم تاني. ما سمعش. كابتن كنت بعت فيديو على الجروب بتاع فريق الشمس. لقطات ليك. ايه ده؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ انا انبهرت. والله راجل محب للنادي الاهلي. الاول مساء الخير يا مساء الخير يا وليد، منورنا. اخبارك ايه؟ دكتور محمود حبيب. الله يخليك يا بس. والله ده واحد عاشق للنادي الاهلي. يا اخي راجل جميل، كل شويه يروح مختار نجم كده يروح منزل له اهداف. حاجه جميله. ما عنديش انا ولا كورنر حتى. لا الاداء، انت فاكر الفيديو؟ انت عارفه اكيد، بعته. يعني للزملاء على الجروب بتاع يعني فريق الشمس. هو كابتن محمود اتخض بصراحه، يعني هو يعني بيقول لك هو يعني طبعا عارف انك لعيب كويس، لكن اتخض من كم المهارات وال يعني حاجه غير طبيعيه. الحمد لله. يعني انت انا شايف ان انت من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. ربنا والله بدون مجامله يا وليد. بس ده حقيقي. اللي ما كنتش بعرف ارقصه انت والله. والله يا كابتن محمود يسيبك تستلم وبعدين يقف ما تعرفش. فاكر فوق الجوع اللي بيتحط دوت وخلاص الحيطه بتتحط. بالظبط كده. مبروك يا كابتن وليد. وان شاء الله عقبال النهائي يا رب نفرح بيه هنا في بيتنا الكبير. عايز تقابل الرجاء ولا الزمالك؟ يا رب ان شاء الله. مبروك على كل الاهلاويه. لا طبعا عايز اقابل الزمالك، يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في مهمته مع الرجاء، ويا رب ان شاء الله النهائي مصري خالص، وتبقى حاجه جميله جدا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراه النهائيه من نادي الزمالك، نقول المنافس التقليدي، وتبقى حاجه جميله ونبقى متسيدين عرش افريقيا. يعني حاجة جميلة لما يبقى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ بين ناديين مصريين. صحيح، هتكون من نوع خاص، حتى الفوز يعني بيها إن شاء الله يكون برضو من نوع خاص. والله إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله. كمان والله أنا من خلالكم حتى كمان أتمنى الدكتور محمود والكابتن هاني وحضرتك تتبنوا فكرة مبادرة إن إحنا إن شاء الله بإذن الله بعد ما نادي الزمالك يوصل تبقى مبادرة لنبذ التعصب، مبادرة لأن الأهلي والزمالك دول الكبار بتوع أفريقيا. إن شاء الله بإذن الله تبقى مباراة جميلة، ويا رب أنا أتمناها بحضور الجماهير. يا ريت الكاف طبعا هيوافق. هيوافق؟ طبعا 100%. الكاف نفسه المباراة النهائية يبقى شكلها كأحسن ما يكون. إحنا لو الناحية الأمنية وافقت، ولو اللجنة الخماسية أقرت حتى لو 2000 و2000 حتى 1000 و1000 ويبقى في تباعد وتبقى مباراة نهائية تليق بقطبي الكرة المصرية. بس كابتن وليد لما تتكلم عن حضور الجماهير ما تتكلمش في أقل من 10,000، وأنت عندك استاد القاهرة كبير يعني يساعد ده، وتقدر تعمل التباعد الاجتماعي ده بشكل يعني صحيح وتطبقه بشكل جيد، والإجراءات الوقائية يعني شايفين النهاردة يعني إزاي وزارة الشباب والرياضة بتطبق البروتوكول ده على أكمل وجه. ما احنا جربناه في الدورة أهو لما رجع. فأنت خليني أتفق معاك. ليه 1000 و1000؟ ليه؟ عايز ابقى مطمن زياده في الدخول وفي الخروج وفي يعني انا عايز بس حابب ان يبقى فيه هي فكره ان في صوت يا وليد. صوت إيه؟ صوت الجماهير حتى الفيدباك صوت وشكل وفرقه بيساندها جمهورها بتدي رد فعل للعيبه في الملعب، يعني ده مهم. طب انت قلت كلمه مهمه، الكاف هيوافق طبعا 100%. الكاف ده الكاف اللي هيطلب مننا. الكاف يتمنى المباراه النهائيه بجمهور. على مدار التاريخ حتى دايما لازم قبل النهائي والنهائي يتلعبوا بجماهير. ايوه بس انت في ظروف استثنائيه ممكن هو طبعا يعني هو ممكن لا. يعني هو ممكن الكاف هو يحب كده طبعا واحنا كمان نحب كده، لكن ظروف الكورونا والاجراءات الاحترازيه ديت بتفرض نفسها يعني بتفرض نفسها بشكل كبير. احنا نتمنى والكاف يتمنى، وان شاء الله لو تم ده احنا كلنا هنكون مبسوطين. يعني انت بتتكلم في عنصر مهم جدا غاب عن ملاعبنا، واعتقد وجوده في الملعب زي ما بنقول هيدي رونق خاص وطبع خاص للمباراه النهائيه، خاصه ان شاء الله تكون ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. خليني اسالك يا وليد على مباراتي الوداد، يعني المباراتين بتوع الوداد انت شايفهم ازاي، ومباراه طلائع الجيش يا ترى تكون استعداد وبروفا للمباراه النهائيه، ولا ممكن تكون
يعني ليها حسابات مختلفة. يعني أنا الحمد لله بعد مباراة الوداد الأولى يعني طلعت وعندي فيديو مسجل قلت بالظبط كده، النادي الأهلي إذا لعب المباراة الثانية بجدية الوداد هيزعل وهيزعل قوي. وكنت متوقع بصراحة نتيجة 4 أو 5، يعني كنت شايف فرق الإمكانيات كبير قوي من مباراة الذهاب، واضح جدا، واضح إن الفرقة يعني بلغة الكرة كده كابتن هاني يا كابتن محمود فائق مع مستر موسيماني، خلاص اللعيبة متحررة في الملعب، اللعيبة كلها بتأدي بشكل رائع، كل اللعيبة مستواها عالي جدا، فبالتالي كنت متوقع ده، وكنت متوقع ده يعني أكتر من كده كمان. يعني حتى حضرتك كان ليا مداخلة برضو وتقال لي إن النادي الأهلي ممكن يعمل نفس اللي عمله، قلت لا الأهلي هيعمل نفس اللي عمله وأكتر. فدي نتيجة طبيعية جدا، 5-1 وإن كانت غير متكررة في مباريات قبل النهائي، لكن النادي الأهلي عملها بشكل كويس قوي، كان يقدر يزيد حصيلة الأهداف، لكن الحمد لله. مباراة طلائع الجيش أظن إن لازم مستر موسيماني أو الجهاز الفني يحط خريطة كده كابتن هاني، يدي كل الناس اللي محتاجة، يعني واحد زي كهربا برضو مشاركاته قليلة يلعب، واحد زي صالح جمعة ممكن تحتاجه في بعض أوقات المباراة يبتدي، واحد زي ممكن بدجي من الأول مظبوط ياخد نريح آلي ديانج، ندي حمدي فتحي مثلا يبدأ بحمدي فتحي على سبيل المثال. جدا ممكن، في عنصر أنا من وجهة نظري غاية في الأهمية اللي هو محمود وحيد الباك الشمال طبعا، ممكن احمد فتحي ما يبقاش معاك في المباراه النهائيه ضد الزمالك مثلا، اكيد فهتبقى محتاج ان لازم البديل بتاع علي معلول رجله في الملعب صحيح، ففي اماكن اظن انه فرصه ومباراه ان شاء الله تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري ويسلم الدرع ان شاء الله في الاستاد وتبقى تجربه كويسه ان شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله تكون تجربة كويسة وتكون استعداد بقى إن شاء الله للمباراة النهائية يوم 6 نوفمبر، ده الشاغل الأساسي، وإن شاء الله بإذن الله بقى نفرح يوم 6 إن شاء الله كابتن وليد وتشرفنا وتنورنا وتحتفل معنا هنا في البيت الكبير إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله، الشرف ليا يا كابتن. شكرا كابتن وليد صلاح الدين، شكرا جزيلا. تعليقك هو قال النقطة اللي احنا بالظبط، لكل مركز ليه قرار لوحده بالظبط، ده في النقطة دي. وكمان أكد كلام حضرتك إن في اللعيبة مرتاحة في الملعب، إن في يعني واضح إن اللعيبة كلها مستوى متميز ومرتاحين بلغة الكورة كده في الملعب. المهم الحفاظ بقى على الأداء والمستوى ده إن شاء الله، ده يكون يعني بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. في حد من اللعيبة في دماغ حضرتك يا كابتن محمود تحب توجه له رسالة بشكل خاص؟ يعني في حد من اللعيبة اللي حضرتك شايفهم لا محتاج ان انا اقول له حاجه، يعني عايز اكلمه واقول له رساله معينه، في حد يعني في من اللعيبه اللي كابتن محمود صالح نفسه يوجه له رساله بالتحديد؟ بس على الهوا كده هتبقى صعبه يعني لما نقولها يعني ايه صعبه؟ ليه صعبه؟ لا لو انتقاد بشكل ايجابي يزيد من قدره اللاعب يا ريت، ما لا انا يعني انا اتمنى يعني هو ده يعني الموضوع ده يعني مسؤول عنه الجهاز الفني واللعيب، دايما الاخطاء الفرديه مهمه تتصلح، نقطه مهمه جدا الاخطاء الفردية لازم يتركز عليها بالظبط. تمام بالظبط. احيانا اللعيب بيأدي وعنده اخطاء سواء في التكتيك او يعني في الاداء المهاري يعني ممكن هو ما يكونش واخد باله منها. تمام، فلازم ده دور بقى الجهاز الفني واكيد الجهاز الفني بيعمل كده، بس اللعيب لازم يستوعب الكلام ده ولازم ينفذه. يعني انا يعني كابتن محمود عايزين تدخلوني في حته لا مش عايز خالص، يعني بنتكلم هو كابتن محمود يعني اقولها لك، في ساعات في لغه الكوره كده بيقول لك لما الفرقه بتكسب الاخطاء ما بتكونش باينه، فيعني فمش عايز تضايق حد، لا يعني مش كده، مش عايز اضايق حد، هو قال مش عايز اضايق حد، انك انت حتى في وانت بتكسب وبتكسب بشكل كويس لا انت عندك اخطاء، فالاخطاء دي التفاصيل الصغيره لازم تتعالج وبتتعالج سريعا يعني بالظبط، ولازم اللاعب هو يكون هو يعني ترمومتر نفسه بالظبط، ترمومتر بالظبط، عارف اخطا في حاجات مش هيقدر يحللها بشكل كويس ده دور الجهاز، بس في حاجات بتبقى واضحه هو عارف اخطا فيه، اداؤه بطيء، رؤيته مش كويسه، رد فعله، يعني حاجات كتيره قوي
هو اللاعب لو ما وصلش للثقافه الذاتيه بتاعته وان يقدر يصحح اخطائه بنفسه ويقدر يحددها ويقدر يقيم اداؤه هتبقى مشكله. انا شايف اللعيبه اللي فشلت هو ما عندوش الحته دي. ما يقدرش يقيم نفسه بشكل كويس. حتى لو كان موهوب. يعني حتى لو كان موهوب ممكن يوصل لدرجه طبعا من طبعا يعني طبعا بالاحساس بنفسه. طبعا احنا بنوجه كلامنا للموهوبين. يعني الموهوبين طبعا. في لعيب عارف اخطا يخرج من الملعب تمام يا كابتن؟ وفي لعيب عارف ان انا غلطت في دي وفي دي وفي دي وفي دي. لا كابتن محمود وفي موهوب مش عارف قيمه نفسه برضه. طبعا. لا وفي موهوب مش عارف قيمه نفسه. طبعا. طبعا. انا رايي ان اللي بيصر على النجاح هو اللي بينجح حتى طبعا لو كان اقل موهبه. معرفش تتفق ولا تختلف معاه. طبعا لا متفق معاك تمام. طبعا مش كل اللعيبه دول افضل لعيبه. قد يكون احنا لعبنا قد يكون في لعيبه افضل مننا وده اكيد. وما لعبتش في كل المراكز في كل الاجيال. على مستوى كل المستويات. لو بنتكلم على الموهبه وبنتكلم الموهبه واحده لا تكفي. لا طبعًا تكفي لان في عناصر اصلا طبعًا. لو كره يعني لو كره القدم او لعب الكوره موهبه كنا نجيب في ناس كتيره جدا عندها مواهب لكن ما عندهاش اصرار ولا عندها التزام ولا عندها الشغف للمكسب ولا عندها التضحيه. انت لعيب كوره لازم بتضحي بحاجات كتير جدا علشان توصل للنجاحات ديت فكل دي عوامل بتأدي للنجاح وبتأدي انك بتظهر كمان موهبتك ده بشكل اساسي يعني بالزبط. طب حضرتك بقى في لعيبه كمان يعني انا مش عايز توصل رساله لحد معين لا بس اقول حاجه طيب اتفضل في لعيبه يعني مستواها الفني كان قليل او عادي مظبوط انما جدا مش عايز اقول برضو اسماء أيوة. انما لعب بقى اساسي في النادي واساسي في منتخب مصر واثبت وجوده صح ولعب فترات طويله وبقى ليه تاريخ وبقى ليه تاريخ صح يعني انا يعني احمد السيد هو نفسه بيحكي القصه دي دايما يحكيها وهو احنا بندربه في 20 سنه كان دايما اللعيبه كان في مستوى فني او مهاري اللعيبه تتاري عليه كنت بقول لهم ده اللي هيلعب وانتوا مش هتلعبوا وفعلا كانوا بيقولوا له يا ميسي ها كانوا بيقولوا يا ميسي كانوا ما هو حكاها يعني اقصد عشان انا اقصده عشان عنده اصرار عنده اصرار وعايز بالظبط لعب 12 سنه يمكن صحيح ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي كابتن محمود انا بشكرك جدا الله يخليك شرفتنا في البيت الكبير انا اتشرفت دي تاني مره ومش اخر مره انا سعيد يعني ان انا في بيتك يا فندم في بيتك باجي سعيد وبمشي سعيد وانا بكون سعيد جدا على المستوى الشخصي يا كابتن انت قيمه كبيره جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الخلق ان شاء الله باذن الله برضو تكون موجود معانا ان شاء الله في احتفاليه كبيره يكون الكاس يا رب ان شاء الله يكون متواجد هنا معانا ان شاء الله اتمنى طبعا نورتنا يا كابتن نورتنا وشرفتنا بعد الفاصل نستقبل مع حضراتكم كابتن علاء نبيل احب حضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير معانا الجنرال مكتشف المواهب قال لي ما قلتيش برنس ليه هو البرنس فعلا يا جماعة حقيقة الكابتن علاء نبيل مشرفنا في البيت الكبير يعني أهلا بيك أهلا بيك أخبارك إيه الحمد لله والله يا رب الله. دايما كابتن علاء أنا كابتن وحشني ازيك الله يخليك أخبارك إيه الحمد لله والله كله بخير كله بخير دايما الحمد لله كابتن علاء لا حديث يعلو الآن فوق الحديث عن تفوق فريق النادي الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على الوداد المغربي بصرف النظر عن النتيجة والمكسب بسكور بس النهاردة في متعة في حماس في روح عادت من جديد لفريق النادي الأهلي إيه اللي فرق؟ إيه اللي فرق؟ موسيماني عمل إيه؟ طبعا حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة جدا النادي الأهلي جمع بين حاجتين الأداء والنتيجة جات الفترة اللي هي قبل موسيماني آخر مرحلة لفايلر نادي الأهلي نتيجة بدون أداء نتيجة بدون أداء ويمكن أنا حضرتك في الحلقة اللي فاتت قلت هذا الكلام النادي الأهلي في المباراتين جمع بين الاثنين جمع بين النتيجة والأداء واضح جدا إن لما تيجي ترجعي بالذاكرة لورا لما نقول أيام فايلر لما تولى المسؤولية كان أبيلا سارتي النادي الاهلي مع اخر ايام لاسارتي كان اداؤه ونتائج مش كويسه. جه فايلر في خلال مده بسيطه اداء النادي الاهلي فرق كتير قوي وكانت بدايه من بدايه الدوري حقيقي بطوله السوبر والدوري العام. فرق كبيره جدا. تقفي عندها وترجعي تاني لموسيماني. النادي الاهلي في الفتره الاخيره قبل موسيماني كان نتيجه واداء غير ممتع لجماهير الكره المصريه او لجماهير الاهلاويه. جه موسيماني النادي الاهلي
فرق اداء ونتيجه، يبقى لازم نقف عند الحته دي. انت بتقول السيناريو بيكرر نفسه، بيكرر نفسه في بدايه من تولي مسؤوليه المدير الفني سواء هنا. دي تاني ملحوظه في خلال جهازين فنيين، جهاز فايلر وجهاز موسيماني. النادي الاهلي بيعلو بطريقه ملحوظه مع تغيير الجهاز الفني في الفترات الاولى من الاجهزه الفنيه الجديده، عليك انتفاضه الايه البدايات تمام. موسيماني عمل حاله، عمل نتيجه، عمل اداء في مباريتين بغض النظر، عشان في ناس تقول لك اصل اخر نص ساعه دي هنتكلم فيها بعدين، وضع طبيعي جدا اللي يحصل كده، وضع طبيعي جدا. لكن ما نقدرش نقول غير النادي الاهلي لعب، في ناس تقول لك اصل الفرقه الثانيه ومستوى، لا، ياما فرق مصريه قابلت فرق اضعف والنتيجه كانت سلبيه يعني. فاعتقد ان النادي الاهلي تفوق على نفسه في خلال مباراتين، نتيجه واداء، وفي توقيت مهم، مش لا في توقيت وصلك الى نهايه بطوله، فتوقيت كويس بحيث ان هو الاستمراريه هتبقى مقنعه، يعني الاستمراريه هتبقى مش صعبه، لانك لسه في البدايات. برافو عليك. بس كده، فيمكن لاحظتها لما انا براجع كده، لا البدايه كانت مع فايلر كانت هايله، وبعدين حصل دروب، وبعدين البدايه مع موسيماني كويسه، فانا بقول التوقيت سبحان الله مساعد. انا اتفق معاك في يعني في جزئيه، والجزئيه الثانيه خلينا نتكلم على شخصيتين لاثنين مدربين مختلفين. خلينا نتكلم، احنا شفنا فايلر شخصيه مختلفه شويه، ما بنقولش اني احسن واني اوحش، بس انا شايف ان فايلر كان شخصيه مختلفه شويه عن موسيماني. فايلر راجل اوروبي، مدرسه مختلفه، وخلي بالك كمان يسمع النادي الاهلي نادي كبير قوي ونادي اكبر انديه الافريقيه، لكن ما شافش ده. احنا عندنا موسيماني عاش ده وشاف ده، ومدرب كان يتمنى من 2018 انه يكون المدير الفني للنادي الاهلي. فانا في اعتقادي الجزئيه دي هتدي طموحات اكبر وشغل اكتر لموسيماني انه يشتغل مع النادي الاهلي، وانا اعتقد ان في كيمياء واضحه ما بينه وبين اللعيبه. وكنت بتكلم حتى والله يا كابتن علاء، حتى كنت بتكلم من منطلق الرؤيه نفسها، لو احنا شايفين ان موسيماني هو مدرب كويس ويشتغل على بروجكت ويشتغل 3-4 سنين مع النادي الاهلي، احنا عارفين عقده سنتين، لا واحنا شايفينه ده هو دوت، ولا قدر الله ما خدناش حتى البطوله الافريقيه، لا ده الراجل مكمل معانا عشان هو ده الانسب. هو ده الفكر اللي بتكلم عليه، يعني هو ده الفكر اللي ممكن نتكلم عليه. اتفق معاك، لان لو برضو نرجع لورا، ايه الهجوم اللي حصل على فايلر لما جيت اول ما فاكر الحمله الاعلاميه الشرسه، ان هو ما يعرفش حاجه في افريقيا، ومين جايبين ده والسي في بتاعه، ما ركبش وراحش افريقيا ولا يعرف افريقيا دي فين، ولا صحيح. وبعدين اشتغل الراجل النهارده المدرسه، انت جبت واحد من قلب افريقيا نفسه اشتغل، وعارف النادي الاهلي بيلعب الوداد، عارف الوداد، النادي الاهلي بيلعب الرجاء، عارف الرجاء، بيلعب اي فرق، انه راجل عايش في افريقيا مع فرقته وعارف الدنيا ماشيه ازاي. فاعتقد انا نرجع نقول ده على فكره اختيار موفق، اختيار موفق جدا. انا معاك والنتائج ساعدته، يعني عجلت باقتناع الناس بيه. ده حقيقي. شايف شكل المباراه النهائيه ازاي يا كابتن علاء؟ المباراه النهائيه اتمنى انها تكون في القاهره، طبعا خلاص في القاهره. ما بين فريقين مصريين، ان شاء الله نادي الزمالك يوفق في مباراته مع الرجاء. مباراه هتبقى من عيار تقيل مش صغار يعني. لا تقيل قوي. يعني لو قلنا لو مع الرجاء او مع الزمالك، هي مباراه من مع اي من الفريقين يعني. لكن لو مع الزمالك هتبقى اكتر شويه، طبعا جماهيريه مش اكتر صعوبه، لكن اكتر اثاره وتشويق. طبعا يعني كفايه ماتشات الاهلي والزمالك في الدوري، ماتشات الاهلي في الكاس، ماتشات في الدوره رمضانيه مثلا، تمام. لا تتلعب على نهائي بطوله افريقيا اهلي وزمالك، فالمباراه هتبقى من العيار الثقيل. يعني اعتقد ان هي هتبقى مباراه مش مصر بس هتفرج عليها، العالم كله هيتفرج عليها. اكيد. والله احنا يعني بنتمنى طبعا النهائي يكون مصر، والكلام ده قلناه يعني حتى قبل الزمالك وفوزه،
اعتقد كان فوز برضه مهم امام الرجاء قدام فريق كبير في الرجاء 1-0، واكيد ده هيساعده حتى في مباراه العوده. لكن خلينا نتكلم على السيناريو المباراه، هو من بدري شويه لكن قدامنا مباراه طلائع الجيش ومباراه في الدوري. كنا بنتناقش مع الكابتن محمود صالح في لو انت برضه مدير فني كبير وعارف يا كابتن علاء، تفكر في المباراه دي ازاي؟ تاخد طلائع الجيش ك اعداد او بروفا حقيقيه تجرب فيها جزء معين، ولا ممكن طلائع الجيش ده تكون مباراه مش هنقول تحصيل حاصل، ما فيش تحصيل حاصل في الكوره يعني، دي لغه انتهت، لكن حساباتها مختلفه فتبدا تحط تفكير مختلف يعني. انت ممكن أنا هيشتغل ازاي يعني؟ وجهه نظري ان مباراه طلائع الجيش تجرب فيها الناس اللي هي ما خدتش الجرعه بتاعه مباراتين افريقيا، وجهه نظري خلاص ان الموضوع اتحسن والنادي الاهلي بطل الدوري، ما منع بقى للاصابات، منع اللي انت برضو بتجهز الصف اللي هو موجود الثاني. انا كنت عايز اتكلم في جزئيه مهمه، ان وضع طبيعي لان بدا في بعض الاقاويل ان علي لطفي جه في جون ولقى والنادي الاهلي بيبحث عن حارس ثالث، قصه كده ده كده ده يعني ما بس لسه يعني بس بص يا كابتن، انت مدرب وعارف وضع طبيعي جدا. انت النهارده فرقه الوداد مغلوبه على ملعبها 2 ومغلوبه الشوط الاولاني في القاهره 3، انت كمدير فني هتقول ايه لفرقتك ما بين الشوطين؟ دي من اصعب المواقف اللي تعدى على اي مدير فني. طبعا هتقول لفرقتك ايه؟ انا مش هكسب، بس انتوا يعني دي محاضره نفسيه بحته حقيقي، اللي احنا النهارده تخرج باقل الخسائر، تطلع بشرف. دليل على ذلك الفرحه الكبيره لما جابوا الجون في الدقيقه 80. ايوه معنى كده ايه؟ ان في حاجه لعبوا عليها اتقالت لهم ونجحوا فيها، اللي هم ايه؟ جابوا جون مثلا قللوا الفارق، فده وضع طبيعي. وجيري خد الكوره عايز يقلل الفارق يعني، هو برده يعني هو مش هيكسب كده وكده وخرج كده خلاص، الموضوع خلص بالنسبه له. بس انا قاعد افكر انت ليه بتقول كده؟ ما وضع طبيعي ان فرقه الوداد في الشوط الثاني هتبقى على الاقل تعوض وضع طبيعي، وضع طبيعي ان يجي جول حفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. ايه ده يعني؟ حتى جون لحفظ ماء الوجه زي ما بيقولوا. انا بقول لك يعني الفرحه الكبيره، انا حتى كان ابني قاعد معايا بيقول لي هو فرحين كده، قلت له يا ابني ما اصل دي مهنه. هو راجل قال لهم احنا في كارثه، احنا ما حصلناش كده قبل كده، اللي احنا نتغلب على ملعبنا وشوط الاولاني 3 وممكن يتضاعف الرقم، هتبقى كارثه في تاريخ الوداد المغربي. فالنهارده الوضع طبيعي ان انت هتخش ما بين الشوطين هتشد اللعيبه دي، ولا بقى انت تطلع اليمين وتقفل الشمال، لا دي محاضره نفسيه، انتوا عايزين ايه؟ النادي في حاجه مش كويسه. فطبعا وضع طبيعي اللعيبه هتنزل الشوط الثاني حاجه ثانيه خالص، وجابوا جول. مش معنى كده ان علي لطفي ايوه بس علي لطفي ملوش اي علاقه يعني، كره تسديده هو خطا مخطأ في التلت الدفاعي بتاعنا، الراجل شاطه بشكل مميز جدا جت جول يعني. ايه العلاقه بينه وبين علي لطفي؟ عادي بمسك الكوره في اخر 10 دقائق اخر وضع طبيعي، ايه المشكله؟ ما احنا نشوف يعني في ناس ايه بتحكم ايه؟ اصل مش معقوله 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هنا هتسيد مفيش كوره اللقاء كله. صحيح ما ينفعش مش في كره القدم يعني. صحيح. يعني حضرتك كابتن علاء شايف انه يدي موسيماني فرصه للبدلاء؟ طبعا وطبعا وريح عناصرك الاساسيه بالدليل اللي هو طلع الشناوي وطلع بنتكلم على طلائع الجيش حسين الشحات تمام، ولاعب خمسه اللي هم ما لعبوش كهربا وليد سليمان وجيرالدو واحمد الشيخ وعلي لطفي يعني، ده في التغييرات كلها في المباراتين. انت بتتكلم في المباراتين يعني هو عايز يدي دول، ففرصه انت عندك 90 دقيقه ادي الناس دي عشان لو احتجت حد، انت مش عارف في لحظه في تمرين يحصل لها في جزئيه كابتن وليد برضو صلاح قال نقطه مهمه، انك برضو لازم تدي شويه محمود وحيد، ممكن تبدا بمحمود وحيد لان انت عندك علي معلول وطبعا احمد فتحي مش هيكون متواجد معاك في المباراه النهائيه، فالبيك اب الطبيعي بتاع علي معلول هو محمود وحيد. ساند باي طبعا في يعني لازم اعتقد ان هم يعني عندهم أكيد الخبره اكيد طبعا احنا يعني الخبره طبعا في اللي هم هيعملوا ايه يعني. ف ردا على السؤال، لا انا يعني افضل ان هو يبتدي بالمجموعه بحيث هو ياخد لغه المباريات ويدخل في فورمه المباراه. طبعا شبهه التسلل تعرض ليها تاني مروان في المباراه الاخيره مع الوداد، بس الملاحظ كان الفرق في الاداء لدى مروان، يعني مروان لعب
بالرغم من الشبهة دي، بس لعب وكمل وأداؤه كان فارق، وملاحظ في الفترة الأخيرة أداؤه الفارق عن وجود فايلر. شفت مروان بشكل شخصي إزاي؟ مروان واضح جدا ان الراجل عايز يديله الثقه في نفسه، يرجع له ثقته في نفسه، بيلعب باساسي لعبه الماتشين، و يعني دي برضو لازم مروان يحط في اعتباره ان الراجل بيديله فرصه ومقتنع بيه، دي تساعده، لان هو مروان تعرض الى حمله، مش حمله يعني، الى انتقادات شديده جدا، والناس معذوره، ما الناس عايزه اللي يلعب ويجيب جون و انت كنت في مرحله دروب، النهارده الراجل اداك فرصه كويسه، وانت بدات الناس اللي كانت بتهاجمك بدات الناس لانه إيه؟ بيستغلها بشكل كويس. أيوة. يعني احنا شايفين انه بيستغل الفرصه دي بشكل، وانت تمام. حضرتك عارف انت يعني كنت يعني مهاجم كبير وعارف. انا في وجهه نظر يا كابتن هاني بصراحه، يمكن يعني انا كنت في الاستاد التحليلي بقول انا باجي مش راس حربه النادي الاهلي. يعني وجهه نظر الفنيه طبعا، في ناس تختلف معايا وفي ناس تتفق معايا، مش هو اللي هو يعني الراس حربه. يمكن موسيماني برضو مقتنع بهذا الكلام، يمكن انا برضو قريت في اكتر من حوار ان هو بدليل ما نزلوش حتى في وبيدوروا على راس حربه وبتاع. لا راس حربه النادي الاهلي لا مش بادجي، مش ممكن يكون كابتن علاء، وانت عارف ان بادجي ممكن في ستايل لعب معين موسيماني حبه، في كل عنصر من عناصر او من كل مركز في ستايل معين بيلعب بيه، فبالتالي يعني مثلا لو في عندك سردباك ما بيعرفش يطلع كرة من تحت وانت عايز تبني، فمش هتعرف تجيب سردباك، بالرغم ان هو سردباك كويس، لكن ممكن هو مش مع الفكر بتاعي بالظبط، يعني ممكن هو يشوف لا انا عايز العب بطريقه معينه، ده في نشاز شويه في الجزئيه ديت، وبالتالي حتى ما شفناهوش على سبيل التغيير، حتى بيدخل اجاير راس حربه شويه، احمد الشيخ شويه، كهربا شويه، فتفتكر ان ممكن يكون في تغيير في اللعيب، او في لعيب او راس حربه جديد داخل النادي الاهلي مع بدايه الموسم القادم؟ طبعا النادي الاهلي بيبقى يعني حريص في صفقاته وما بيعلنش، لكن انا ما اعتقد ان هو متهيألي بيدور على راس حرب، بيدور على حد بيك اب لمروان، لان مروان وهيبقى ممكن لوحده، وباجي مش اللي هيمشي مع مدرسه موسيماني. طب خلينا نتكلم على من تألقوا في مباراة العودة، بالذات محمد هاني، فتحي، سلية، أيمن أشرف طبعا، ياسر إبراهيم، أفشة، الكينج إليو ديانج طبعا. أنا بص والشحات يا كابتن علاء، والشحات كلمني عن كل واحد على جنب. نبدأ بالشحات طبعا الناس بتبص على الحتة الأخيرة، الجون العالمي اللي دخل. يعني ايه ممكن فرقه هاني تلعب 85 دقيقه وحشه قوي، ويجي اخر خمس دقايق لقطه جون واوبا الفرقه، لكن طب ده راجع 85 دقيقه. لو جينا الماتش الاولاني، لا حسين الشحات ما كانش موجود، ما كانش دون المستوى. المباراه الثانيه الهدف اللي جابه عوض المباراه الاولى، بالرغم ان هو برده في المباراه الثانيه بعد الجون برده كام هجمه يعني كان متواجد، بس ده جون عالمي، ده مودريتش اتفرج عليه وجاب جون زي الحته دي، شفت الحته ديت على السوشيال ميديا؟ انا فاكر لا بس عامل يعني انا اقول لك مودريتش اتفرج على جون الشحات، وعمل تاني يوم عمل جون زي الشحات بيجيد اللي جوان من المنطقه دي. طب انا هرجعك بقى الجون لحسين الشحات من نفس المكان كده، جون في منتهى الروعه، هدف حسين الشحات في المقاولين العرب، لما كان في نفس المكان في الركن اليمين، وراح حاططها بين رجلين فاروق وحطها في البعيده في مرمى المقاولين. هو فاكر الجون ده؟ لا انا مش فاكره، بس انا فاكر كان عنده هدف قريب من ده، بس كان بيلعب ساعتها في العين، بس الناس بتقارن الماتشين اللي فاتوا اللي ضيع فيهم، يعني ماتش بيراميدز مثلا كان في موقف اعتقد كان اسهل كمان من دوت، فضاعت المباراه بتاعه الوداد، مباراه الذهاب كان في فرصه كبيره جدا كان ممكن يجيبها هدف، فالناس بدات تقارن ما بين الجونين دول والجون العالمي. انا يعني ده جون تاريخي طبعاً. فيه هدوء غير طبيعي، وبعدين تحس انه عنده يعني ثقه في نفسه كبيره جدا انه يعمل كده. يعني انت لو جيت قسمت ملعب نصين كده اهو، اهداف حسين الشحات من الجنب الشمال، ناحيه الشمال الجنب الشمال دين، ايوه واخد بالك، ايوه فاصل انا ببص بنظره ثانيه غير الاجوان اللي في الجنب دي كلها جميله،
كلها جميله. مع ان برضو البعض طلع وقال لك لا كان لازم يمررها لقفشه، تقريبا كابتن وليد صلاح الدين كان لازم يمررها لقفشه، بس اللي اداله الثقه زي ما انت قلت يمكن مروان، لانه لما دخل الجون في اول 6 دقائق من المباراه ادى الفرصه ديت للشحات ان هو يعني يلعب براحته يعني. ف وليه ما تفكريش اللي هو عايز يعوض الجون الانفراد اللي كان موجود في المباراه الاولى وضيعه؟ ممكن قد يكون يعني طبعا طبعا. عشان كده اقول لك ايه، الناس نسيت بالهدف الجميل ده، نسيت كل حاجه. ما هي دي هو ده اللي بتتكلم عليه. اللقطه الاخيره هي اللي بتفرق. اللقطه الاخيره هي اللي بتفرق. طب نخش بقى على ديانج، لان انا بايدك جدا في الموضوع ده. انا قلت هاني قلت فتحي وقلت السوليه، كل لون على حده. اتفضل يا كابتن علاء. هاني محمد هاني. محمد هاني بسم الله ما شاء الله بينضج خلاص، بدا يتقل في الملعب. واعتقد ان هو يعني بيحجز مكانه. بيحجز مكانه بقوه. حلو الكلمه. ولعيب هجوميا كويس، دفاعيا كويس. واعتقد ان هو مكسب للنادي الاهلي في خلال الفتره الاخيره دي، لانه كان بيلعب ما يلعبش، يغيب فتره، يقعد احتياطي. لكن اعتقد بالمستوى ده هيكمل، هيكمل في حته الباكين. تفتكر ان كان ناقص بس على محمد هاني ان حد يديله الثقه ويقول له ان انت رقم واحد في البوزيشن ده؟ لان كنت حاسس في وقت من الاوقات ان عمليه الهزه وخاصه على المستوى الدفاعي ان هو ما عندوش ثقه في نفسه، ان انا لا انا نمره واحد. دايما شايف ان هو لا، الناس بتتكلم على احمد فتحي، فلما شاف ان الموضوع لا مختلف مع موسيماني وان هو بيديله كمان الاولويه في وجود احمد فتحي ان هو يكون نمره واحد، فده ده الثقه. وهاني بدا تجربه، ده دور المدرب. خلي بالك فيها يا كابتن هاني، في لعيبه بتبقى مظلومه باللعيبه اللي موجوده معاه في نفس المكان. ده حقيقي. يعني لما تلاقي مثلا احمد فتحي متواجد معاه، ما لازم برضه هو يبقى تنشن. احمد تنشن ولكن لما يلاقي المدرب واحد مديله الثقه، على اعتقد اللي هو بيفرق. ودي شخصيه اللاعب، دي شخصيه اللاعب. فاعتقد اللي هو مكسب كبير في الفتره اللي جايه للنادي الاهلي في هذا المكان. يعني سليه، سليه مش هقول عليه الماتشين دول. لا سليه بقاله فتره. صحيح. يعني في الدوري ده بالذات. يعني سليه من الموسم اللي فات، خلي بالك. سليه من اللعيبه اللي مستواها ثابت بنسبه 90% من الموسم الماضي، ولا غنى عنه هو في وسط النادي الاهلي. ده حقيقي، ده حقيقي. هو كان حظ وحش في الاصابات شويه، ان كان بتعطله، لكن هو بيرجع بسرعه وما شاء الله. يعني لا لا غنى عنه في حط تحتها 100 لا غنى عنه في وسط ملعب النادي الاهلي. ده عمرو. إيريدانج بقى ده. انا لما بحب حد قوي بقول ايه الرقي ده. هو لعيب راقي دفاعيا وهجوميا، بيقطع الكوره ما بيستعجلش، بيشايف الملعب كويس، بيوصلك للجون، بيطلع عنده قدره يجيب جون، بيرجع عنده قوه جسمانيه، باور عالي جدا في الملعب. اعتقد ان يا بخت النادي الاهلي بيه بصراحه. يمكن انا احكي لك قصه صغيره. كنت في احد الاستوديوهات التحليليه، وكان ليا زميل، وكان طبعا الاستوديو بيبقى كل واحد بيقول رايه يعني، اكيد. فما كانش معجب ب إيريدانج. فما يعني ضربته ولا عملت ايه؟ اديته بنيه ولا ايه؟ انا ما عجبنيش الوضع يعني. عملت ايه؟ فكل واحد يقول رايه. سالت بقى سؤال تاني، قلت له لا بعد اذنك بس لازم ارد، انا عايز اتكلم على الموضوع ده عشان انا مش قادر يعني. قلت بما فيه كفايه في هذا اللاعب، والحمد لله الايام بتثبت ان انا رؤيتي في هذا اللاعب صح. فعلا لعيب هايل، هايل، الله اكبر يعني، عشان الناس ما تفتكرش انا بحسد. وسط ملعب النادي الاهلي مميز عن اي وسط في اي نادي في مصر. ده حقيقي. انا كنت لسه بتكلم في النقطه دي وبأي كلامك، لان انت عندك كمان، انت كمان عندك حمدي فتحي. حمدي فتحي انت بتتكلم على 3 ما شاء الله، يعني مش عايزين يعني نتكلم كتير عليهم عشان بس ربنا يحفظهم. وفي ناس تقول لك قفشه، بس قفشه يعني، لا بس قفشه شيله شويه لقدام. يعني قفشه في الدور الدفاعي. لكن الثلاثة دول هايلين. وانا يعني كمان من الارقام الكبيره جدا اللي انا يعني، عدد الكيلومتر اللي قطعها ديانج في خلال المباراه اللي فاتت عدت ال 12.5، يعني بتتكلم في 12 او 13 كيلو. وخلينا وانت مدرب عارف يا كابتن ان مفيش منهم سبرنت واحد مش في غير مكانه. السبرنت اللي عمله في الجون بتاع حسين الشحات ده، اعتقد ده هدف كمان يدرس من خلال ديانج، انه بيطلع من ال 18 عشان يلحق الكوره على الخط عشان يعمل
الباص ده بوش رجله خارجي بدون اي فلسفه وبدون اي مساحه يعني لو ورؤيه هايله جدا وصلك للجون. فانا اعتقد ان هو يعني انا يعني انا مبسوط قوي ان انا رديت يعني لان فعلا كنت اللعيب ده مين اللي كان قال كده لا لا هو بقى كان رده ايه لما حضرتك يعني قلت بما فيه الكفايه عن إليو ديانج يعني هو قاعد بره يعني بس ما بتفرقش معايا يعني خلاص انا قلت رايي خلاص وجهه نظر خلي بالك كابتن يعني في ده في مدربين كبار سهام ساعات بيشوفوا لعيبه بتبقى مميزه جدا ويقول لك ده ما ينفعش يلعب كوره وفي اصل دي برضو عين ودي خبره طبعا فانت حتى ممكن كابتن علاء ما شافش ديانج بالمستوى الكبير ده هو شافه من عنده رؤيه وعنده في حاجة شايف انا كمدرب في حاجات تبين لي ان انا ده لعيب او لا في حاجات معينه تبين لي ده لعيب ولا لا ادام عنده حاجه كويسه تعرف على طول هو لعيب كويس اخيرا انا رد كلام كابتن هاني ان مثلا في مدرب في لعيب وحش في الملعب لكن المدرب ده عنده قناعه كامله ان اللعيب ده ممكن يجيب له جون في لحظه في بيخلي في الملعب الناس كلها تبقى قاعده هتتجنن زي ما يطلعش وتلاقي فعلا اللعيب ده تيك جون خلص يعني هي بتبقى عين ومدارس وافكار مختلفه تمام عنده بعد نظر نتكلم على مين بقى تاني عايزك تتكلم عن احمد فتحي بس يعني توجه له كلمه احمد فتحي النهارده بينهي مشواره مع النادي الاهلي عمل تاريخ كبير في النادي الاهلي كابتن علاء نبيل بقى الخبير تقول ايه لاحمد فتحي النهارده كعلاء نبيل ولا كنادي اهلي علاء نبيل علاء نبيل اقول له بشكرك على المجهود اللي عملته في النادي الاهلي اديت للنادي الاهلي كتير والنادي الاهلي ده كتير اديت لمنتخب مصر كتير واعتقد ان انت عشت احلى ايام حياتك في وجودك في النادي الاهلي البطولات اللي خدتها مع منتخب مصر اعتقد ان انت تقول الف حمد شكر ليك يا رب اللي انا لعبت واديت والجمهور مش ناسي لك ده والكلمه الاخيره اللي انت خارج بشياكه يعني انت نهيت مشوارك برقي الناس مش زعلانه منك الناس هتسقف لك الناس هتقول لك متشكرين يا احمد على اللي عملته يعني طبعا بنقول له كل التوفيق يعني احنا يعني كنادي اهلي نادي كبير واللي بيخدم النادي لاخر دقيقه ده الناس شايفاه بشكل كويس واولا يعني هنرجع تاني دي اختيارات وكل واحد ليه اختياراته وهو بيختار الباب اللي يخرج منه ويختار التوقيت اللي هو يمشي منه لكن زي ما بنقول عمر النادي الاهلي ما هيقف على لعيب ودايما النادي الاهلي هو اللي بيكبر الناس بشكل كبير جدا اللي عجبني في الموضوع اللي هو النهايه مش دراميه بهدوء مش هيك يعني مش وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله هنقف عند ربنا يوفقه ونطلع لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير الكابتن الكبير كابتن علاء شفنا مسابقه الدوري خلاص والنادي الاهلي عنده مباراه يوم 31 مع طلائع الجيش فريق بيراميدز تفتكر الصراع على المركز الثاني عندنا بيراميدز لسه ما يعني طبعا خروج النهارده من المباراه النهائيه في نهائي الكونفدراليه خسارته للمباراه النهائيه ممكن تاثر على مش هقول مشواره المباراه المتبقيه ليه من عمر الدوري وصراع على المركز الثاني مع الزمالك لا والزمالك اعتقد هيلاعب الاسماعيلي الزمالك والاسماعيلي وبيراميدز والمقاولين بالظبط انا اعتقد ان النهارده يعني بعد اولا هو حجز مكان في سواء كونفدراليه او في لسه عنده البطوله بتاعه لان هو ثالث حتى لو خسر هيبقى ثالث الدوري هيخش الكونفدراليه لكن هو عايز يلعب في بطوله الابطال اعتقد اللي هو هيبقى حافز ليه النهارده الهزيمه بتاعت النهارده وبعدين النهارده بامانه يعني هم عملوا ماتش كويس النهارده الحكم يعني ربنا يسامحه يعني فرق معاهم كتير جدا لكن اعتقد ان هو النهارده حافز ليهم في مباراه المقاولين هم يعملوا نتيجه ايجابيه عشان خاطر ينافس الزمالك اللي هو هيلاعب الاسماعيلي الزمالك عنده اولويه يعني الزمالك يتعادل يكسب هيبقى تمام بس برضو محدش هو ماتش الزمالك والاسماعيلي اتحدد يوم كام؟ اعتقد الزمالك والاسماعيلي 26 اعتقد 26 بكره يمكن او بعده لا كمان ثلاث ايام كمان ثلاث ايام
ليه النهارده 25؟ هو كان الطبيعي بيني وبينك انه يتحدد في نفس الميعاد وفي نفس التوقيت. يعني خلينا نتكلم حته التاجيل اللي حصلت. التاجيل اللي حصلت هي بس اللي عطلت الدنيا شويه بالظبط. طيب بمناسبه التقرير وبمناسبه المواجهه الاخيره للاهلي مع طلائع الجيش، وحضرتك كان وجهه نظرك الزمالك الاسماعيلي بكره صح بكره بكره ان شاء الله. خلي بالك النتيجه بكره مؤثره على يعني الزمالك بكره لو تعادل او كسب خلاص المباراه بالنسبه لبيراميدز ليس لها قيمه. ويوم السبت بيراميدز والمقاولين والزمالك هيحسم الموضوع بكره يعني في الغالب. فكنا بنتكلم عن الاهلي وطلائع الجيش، وحضرتك كان ليك راي ان يدي فرصه للبدلاء وفرصه انه ما يكشفش كمان عن اوراقه او اسلحته. لكن واحنا بنعرض التقرير بقى لازم نعمل كده تقييم شامل للدوري المصري الموسم ده، كابتن علاء نبيل قيمه ازاي؟ طبعا هو موسم زي ما كان بيقال اللي هو استثنائي، موسم غريب الشكل يعني. اولا موسم من قبل ما الموضوع كورونا والتوقف اللي حصل كان النادي الاهلي حسم الدوري بنسبه كبيره من بدري. لما الدوري استكمل تاني وكان فيه النقطه دي مهمه جدا لازم تتقال، وصول النادي الاهلي وان شاء الله الزمالك يكون لي يفوز المباراه الجايه ويتاهل ان شاء الله او يتعادل. وصول الاثنين ان شاء الله للنهائي ده يرجع الى استكمال المسابقه. حقيقي استكمال المسابقه حصل عليها كلام كتير وعلامات استفهام كتيره واعتراضات و و و و استكمال الدوري واصرار الدوله والمسؤولين على استكمال الدوري كان ليه بصمه كبيره في وصول الاثنين ان شاء الله للنهائي. الثلاثه كمان ومنهم بيراميدز طبعا. تمام. شفنا فرق مع العوده عدت يعني سموحه، المخاصه، الفرق اللي كانت ام بي برافو عليك. تمام. رجعت بقوه. الفرق يعني في فرق الدور الثاني ما حصلتش نقاط كتير. الانديه الثلاث انديه اللي هبطوا للدرجه الثانيه؟ لا دول على جنب. لا بنتكلم على في انديه كانت ماشيه يعني مثلا مقاولين يعني كان الثاني. الدور الثاني النتائج يعني اتهزت شويه، اتهزت كتير. الاتحاد السكندري اتهز كتير جدا، كان المركز الرابع. ده علامة استفهام من احسن بالزبط. الفرق اللي عملت كره السنه دي، احسن موسم الاتحاد السكندري عمل اللي هو الموسم ده. ففي فرق تاثرت بس ده بقى لازم نقف هنا يعني. دي الشطاره بقى اللي انا احصد الاول في بدايه الموسم الدور الاولاني احصد عشان حاجتين، لا قدر الله حصل دروب ما تاثرش بيه دوامه الهبوط والضغط العصبي على اللعيبه. بنافس تمام يبقى انا عندي بنيت ده مهم جدا. فده درس لان في فرق بتستنى لغايه الاخر واللعيبه والاداره والجماهير تحت ضغط و و الشطاره بقى، ودي ده مثال قوي جدا ان انا لازم الفرق تحصد في الاول، يبقى في منافسه ان انا الم مع اكبر عدد ممكن تمام عشان خاطر ما تاثرش باي حاجه بدوامه الهبوط. طب اخد من كلامك دوت، دي تعتبر رساله واضحه للثلاثي الصاعد، بتتكلم على البنك الاهلي، بتتكلم على غزل المحله، بتتكلم على سيراميكا كليوباترا، وكلهم موجودين طبعا مع هبوط طبعا طنطا واف سي مصر وحرس الحدود. شايف صعود الثلاثه دول ازاي؟ وهل وجود كمان وعوده غزل المحله النادي الشعبي الكبير للدوري ممكن يطري نوع من انواع يعني الثراء الفني او على المستوى الاثاره؟ احنا عارفين اهلي وزمالك بيلعبوا في غزل المحله بيبقى ليها شكل طبعا مع يعني وجود. اعتقد ان الماتشات هتتلعب في غزل المحله؟ ما اعتقدش. ليه؟ بالعكس عندهم ملعب عندهم ملعب كويس قوي كابتن. عندهم ملعب كويس قوي بس هل هيبقى مهيئ لماتشات الدوري الممتاز؟ والله انا سامع حتى يعني حتى بداوا دلوقتي بعض الانشاءات في غزل في استاد غزل المحله ماشي. هل هتلاقي اوضه الفار مع الجماهير كده كده مش موجود. فاكر المدرج والغزل برج الغزل برج اللي ورا دول ده علامه من علامات استاد. طب استاد هايل كانت، تلاقي الاستاد مليان.
هل هنشوف الموضوع ده تاني؟ لا هو وجود غزل محله كمان في الدوري، واحنا دايما بنقول طب قال له كتير يعني الملعب ما بقاش يفرق ده. لا نادي شعاع يعني انديه يعني زي الاتحاد شويه، زي الاسماعيلي، زي المصري، ليها جماهيريه ليها جماهيريه بشكل كبير. كل الانديه الجماهيريه دي عانت السنه دي. طبيعي 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 للاسف. لكن هو طبعا ايه، اؤيدك تماما، الفرقه دي لازم في الاول لازم تحصد نقاط. يعني الفكره حضرتك بتتكلم عليها انك لازم في اول الدور الاولاني على قد ما تقدر. اصلك انت طالع، معلش مع احترامي، انت مش هتطلع تنافس، انت تطلع موسمين ثلاثه يعني. هو دايما السنه الاولى يا رب اقعد في الدوري. أيوة يعني بس يعني انت بتلعب على دي. لو جيت اشتغلت على كام بونت يعودوك في الدوري الممتاز، المينيمم بتاعك 34 بونت، تمام؟ يبقى انت تشتغل على ايه، على الاقل الدور الاولاني تجيب لك 20 22، الدور الثاني ما تضمنوش. انت عارف بقى اسوان بقى يعني غير في الحته دي شويه. اسوان كان شويه لم شويه، يمكن مش عدد كبير من النقاط، لكن مع احمد يعني لا عمل نتائج كويسه. بتبقى حالات كده لكل قاعده شوازي. هو طبعا هنشوف اللعيبه، لكن بص خلينا نبقى صراحه، هتدور في نفس الكواليتي اللي موجود في اللعيبه، مش هتجيب حد كان مستخبي هنا ولا هنا. مفيش حاجه مستخبيه. هو الخام اللي عندك هي هي، تمام؟ جبت اثنين ثلاثه، لكن هتشوف نفس اللعيبه. هو بقى ايه، فرق التدريب، فرق التكتيك، فرق روح اللعيبه، اللعيبه عايزه ايه، الاداره عايزه ايه، وقوف الاداره مع الاجهزه. هي دي الحاجات اللي في التوقيت الحالي هي الحاجات دي اللي بتنجح. وهي المهمه. هي الحاجات دي بتنجح. شفت تدريب محمد يوسف، كابتن محمد يوسف طبعا بخبراته الكبيره دي لفريق البنك الاهلي، شفته ازاي؟ هو طبعا خطوه حلوه للكابتن محمد. طبعا كابتن محمد بسم الله ما شاء الله كان ليه تجربه قويه جدا مع النادي الاهلي، وخد بطوله افريقيا طبعا. وسافر للعراق هناك وعمل نتائج كويسه. اعتقد ان نادي البنك الاهلي لما يعتمد على واحد عنده درايه بالدوري الممتاز ولاعب دولي ولاعب للنادي الاهلي، اعتقد ان هي هتبقى اضافه ليه، ويوفروا له الامكانيات عشان خاطر ينجح. يعني مفيش حد هينجح من غير امكانيات. هو تحدي كمان محمد، ومحمد يعني هو دايما بيحب يخش يعني في تحدي كبير، ومعاه مدرب عام اعتقد على المستوى الفني هايل، عادل مصطفى من المدربين الكويسين وعندهم فكر. لكن اكيد هتبقى تحدي كبير، لان طبعا البنك الاهلي اكيد محتاج يدعم بشكل كبير جدا في صفوفه. انا حتى كنت لسه يعني بتناقش مع كابتن محمد يوسف، هو سعيد جدا بالتجربه، وسعيد كمان باللي هو اشرف طبعا ده رئيس النادي، وبيقول انه هيقدمه ان شاء الله دعم كبير جدا للنادي. وده هيدخلني في حته تانية، يعني ما اعرفش الوقت هيكفينا ولا لا، حته الانفستمنت، حته ان انت تتمنى ان اكتر انديه شعبيه ولا انفستمنت، الناس تخش ترفع فلوس تشتري تستثمر في الكوره المصريه. احنا عندنا حضرتك تجربه زد، تجربه اعتقد هتبقى مميزه جدا، وانتوا ان شاء الله قريب تبقوا في الدوري الممتاز ان شاء الله. شايف خريطه الكوره المصريه والدوري المصري بتتغير مع وجود الانفستور، مع وجود المستثمرين؟ طبعا الدعم والامكانيات بتفرق مع اي فرقه، بتفرق مع اي فرقه. يعني اصل الجمهور مش كل حاجه، يعني جزء مهم طبعا، جزء مهم طبعا جدا. يعني لما تبقى الاثنين مع بعض يا سلام، لكن لما تيجي تفصل لا، دعم اللعيبه. وشفنا السنه دي ان في فرق مش شعبيه وعامله فرق كويسه، يعني بيراميدز ما هو ايوه كابتن، بس عشان تبني بطولات فانت القاعده الجماهيريه، وخاصه في مصر، انت يكون عندك قاعده جماهيريه طبعا كبيره جدا. واكيد القاعده الجماهيريه ثقافه بقى انت عارف، ما بتكلمش على القاعده الجماهيريه، لا انا بتكلم اهلي وزمالك، لا دول بعاد، انا بتكلم على لا طبعا الفلوس مهمه جدا، والبيزنس بعد الاهلي والزمالك لكن حاجه ثانيه خالص. انت بتتكلم على لونج بلان، ان ممكن جدا فريق يعني يبقى بقاله سنه او سنتين يبقى عنده لونج بلان، ان خلال مثلا خمس ست سنين يحقق بطوله او بطولتين، فده وارد يعني. لا طبعا دي مش هتيجي غير زي ما هيحصل في زد ان شاء الله. يعني برضو دعم وفكر، ما هو كان ممكن يشيلوا نادي في الدوري الممتاز، لكن هو الفكر يختلف تماما. هو الفكر يقول لك انا هستنى لغايه لما اولاد النادي اللي انا شغال عليهم هم اللي هيمثلوا النادي في الدوري الممتاز. بلان، انت حاطين لونج تايم بلان. أيوة يعني بالظبط يعني. فهو طبعا الدعم موجود، ويا سلام يبقى دعمه جماهير، يا
تبقى حاجه جميله. لا صحيح يعني المنظومه دي بتربط بتحتاج طبعا وقت شويه، لكن حضرتك مع ده يعني طبعاً. مع ان هو وانا انا معاك تماما يعني مش ضد الانديه الشعبيه، بالعكس الانديه الشعبيه ليها طابع خاص، ودايما هي الانديه اللي بتدي مذاق للدوري المصري، لكن كمان تخش وده يعني اتكلمنا فيه قبل كده ان تخش بقى في مصاف البروفيشنال والانديه المحترفه، ان يكون عندها الموارد اللي تساعدها انها تقف على رجليها. شفنا تجربه الاسماعيلي السنه دي على سبيل المثال، يعني نقص الموارد ونقص الفلوس في الانديه الشعبيه الكبيره بتاثر على مستواها يعني. ده حقيقه، ده حقيقه. يعني في اول الحوار قلت لك ايه، الاسماعيلي عانى، المصري عانى كتير جدا. طبعا طبعا الاتحاد صرف بامانه، الاتحاد صرف. لا تبص اللعيبه اللي جت وتعاقدت معاها الاتحاد لعيبه كويسه ده حقيقي، مع الدعم الجماهيري عملوا فرقه كويسه، لكن هناك اسباب بعيده عن فنيات كره القدم هي اللي ادت الى الدروب اللي حصل. الدروب اللي حصل بس يعني نتكلم لا لا اكمل الجزء ده عشان هدخل في حاجه تانية خالص. لا انا كنت بس باكد كلامه، لان لو نادي الاتحاد استمر بنفس المستوى خلال مثلا 10 ماتشات اللي فاتوا، اعتقد كان ممكن يبقى في الاربعه الاوائل اكيد. ده حقيقه، ده حقيقه. الصفقة الخاصة بانتقال طاهر محمد، وحضرتك يمكن كان ليك دور في تدريبه في المقاولين، خلاص يعني مضى للأهلي، انضم لصفوف الأهلي خلاص. بتشوف الصفقة دي ازاي؟ بتشوف تأثير طاهر محمد طاهر مع فريق النادي الأهلي في المرحلة القادمة كابتن علاء ازاي؟ انا ما شفتوش لسه، بس متوقع بتشوف ده بشوف طاهر وهو لابس التيشيرت الاحمر وبيلعب مع النادي الاهلي وبقارنه وهو لابس التيشيرت الاصفر دي طبعا ايه، وانت كده نايمه كده تقعدي كده تفكري تمام. لا قول لك امال. لا طاهر في تقدير الشخصي اللي هيبقى دول ليه دور ايجابي كبير مع فريق النادي الاهلي، هيكون له دور ايجابي بستايل لعبه، بطريقه لعبه، بسنه، بالتوليفه اللي موجوده جوه الملعب هتساعده. يعني شخصيته يعني كمان لو بنتكلم على نص ملعب النادي الاهلي، لا يساعد اي حد حقيقي تمام، مش ما بيتكلمش من فراغ. لما بلاقي مثلا لاعب في الجنب الشمال، لما يلاقي علي معلول هو علي معلول في الجنب الشمال، هتبقى جابها من اخطر الجبهات اللي موجوده تمام. ففي حاجات كده بتخليك تقولي لا الصفقه مميزه، الصفقه مميزه فعلا. وكمان حته ان هو منتخب اولمبي، اعتقد النهارده اتفقوا على ان هو يبقى منتخب اول مع مصطفى محمد. هو كان في اتفاق مع كابتن شوقي غريب ان هو في الاول كان منضم لمنتخب الاولمبي هو ومصطفى محمد، واعتقد كمان بعض اللعيبه يعني، لكن ما اعرفش الاتفاق النهائي هينضم ايا كان على مستوى الاولمبي او على مستوى الفريق الاول. ده بتدي له خبره انك تلعب باسم منتخب مصر، فبتتاكد من منتخب اولمبي او منتخب اول وداخل مرحله جديده. في مؤشرات كده يعني ايه، بتقول مبتسم قوي، مبتسم قوي، بس يعني حاسه ده انحياز يعني واضح لطاهر عشان كونك دربته يعني. لا كونك دربته يعني مش اي تحيز يعني، مش اي تحيز. بتكلم انا على فكره اكتر من اي برنامج بروحه بتكلم على موضوع طاهر. انا واثق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه، لان انا عارف امكانياته. انا عارف امكانياته وبشوف، مش هقول لك من فراغ، ما انا بشوف برضو اللي موجود وبيلعب في النادي طبعًا الاهلي طبعا. لا طاهر يخش ويزاحم ويلعب، امكانيات فنيه وبدنيه تساعده على كده. وانا كمان طبعًا. وشخصيته كمان يا كابتن طبعا شخصيته هو عنده شخصيه جميله. وكان لما كنت بيقعد معايا، لا ما بتكلمش مع واحد اسف لفظ هايف، لا واحد دي شخصيه، واحد شخصيه وبيتكلم، اقعد اتكلم معاه وبيسمع وبتكلم لغه كويسه، يحط وشه في الارض يعني في مؤشرات كده حلوه. وانت كمان يا كابتن علاء، انا افتكر انت من الناس اللي بتحب كمان تدي الولاد الصغيرين تجربه، كانت ناجحه جدا مع المقاولين كمدير فني. وانا افتكر وكنت بكلم حضرتك ساعتها وانت كنت عامل شكل واداء، والولاد الصغيرين طالعين عاملين شكل رائع، وكان يعني من ضمنهم لعيبه دلوقتي اسماء كبيره زي مجلي، ويعني يعني ف هاخد من ديت جزئيه بالنسبه سريعا ملف الناس اللي بره او ملف المعارين من النادي الاهلي. شايف مين فرقه؟ انت عندك فرقه بره
ايوه مين بقى يرجع دلوقتي؟ ما دي مشكله، ما انت عندك فرقه بره هترجع مين ولا مين؟ اه يعني اختار لنا اسمين ثلاثه. انت عندك فرقه كامله بره كلهم صغيرين في السن، انت عايز تنقي بقى. ايوه بالظبط، انا كامل غربال كده ده اللي هينزلك. اه لا عندك فرقه كامله بره. شايف مين يكون موجود في النادي الاهلي السنه الجايه؟ عمار حمدي لازم يبقى موجود. عمار هنقول طاهر مش كانش معار لكن صغير في سنهم، طاهر موجود. ناصر ماهر طبعا تمام. احمد ياسر ريان راجل بتدور على راجل هداف، راجل هداف. لا عندك انت عندك. بص يا كابتن هاني خلينا نبقى صراحه، انت عايز الحته القداميه دي. انت عايز الجزء الامامي؟ الجزء الامامي ده الاطراف تقصد ولا النص؟ لا الثلث الهجومي. الثلث الهجومي عايز فيه لعيب. راس الحربه وتحتيه ثلاثه. عايز الدعم شويه. نص الملعب هات واحد معاهم. لازم تبقى عارف انت عايز ايه. ما تجيبش كده عمال على بطال، تشوف انت محتاج ايه. تجيب كده سبوره كده هنا في فلان ومحتاج حد مع محمد هاني مثلا، بيك اب لمحمد هاني. لو احمد فتحي ماشي متهيألي ممكن لازم انت لازم طب انت تفضل ولد من تحت يعني. العربي بدري كان لعب شويه باك يمين، ممكن عربي بدري يتوظف في الحته يبقى عندك اثنين ولا لا؟ هاني عايز واحد تقيل معاه، اتقل منه شويه يعني. عايز واحد تقيل معاه عشان يشدوا بعض يعني. ايوه مبقاش فيه جاب كبير يشدوا بعض. ايوه تمام. لكن اعتقد ان النادي الاهلي هنقول قبل كده في خلال سنتين ثلاثه هيبقى عنده اصغر متوسط اعمار في مصر في من الاعارات اللي موجوده بره. هيجيب له اثنين ثلاثه من بره ويقعد يلعب بيهم خمس ست سنين ما فكرش في حاجه خالص. افتكر ان ده ملف مهم جدا هيتفتح في الفتره اللي جايه بعد طبعا النهائي ان شاء الله بعد الفاينل، وملف مهم جدا حتى يمكن عوده محمد شريف كنا اتكلمنا برده في حلقات كثيره جدا. محمد شريف واسماء كثيره جدا زي ما حضرتك قلت. نص الملعب انك انت عندك غنى في نص الملعب. طيب. احنا بنشكر حضرتك جدا. لسه بيقولوا لي التايم دلوقتي على حظنا. انا بشكرك جدا يا كابتن علاء، شرفتنا جدا النهارده. الله يخليك يا ستي وبيتك يعني. شكرا. شرفتنا كابتن ودايما منورنا في البيت الكبير يعني. الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. دي كانت اتفضل. لا دي كانت حلقه البيت الكبير عندك انت. لا دي كانت حلقه البيت الكبير. ان شاء الله ميعادنا بكره من 10 ل 1. تصبحوا على خير.